توست ماسترز، وهو أول نادي لتعليم اللغة العربية والإنجليزية، مترجم القطاع 20 لعام 2022-2023. إليكم وردة القطاع، تي أم أم سحر وردجي، كل التوفيق. شكرا لك يا عزيزتي فوزية على هذه التقديمة الرائعة، واسمحوا لي أن أنا أشارككم الشاشة للعرض التقديمي. بس إذا تسمحين لنا سحر، حابين ننبه على شغلة. نعم، بالنسبة للأسئلة، عندكم صندوق الأسئلة بالمحادثات، راح تقدرون تكتبون أسئلتكم، وبإذن الله بعد انتهاء الورشة راح يتم الإجابة على هذه الأسئلة. بإذن الله. شكرا جزيلا لاهتمامكم وهذا التنظيم الرائع لهذه الورش. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه أجمعين. مدير القطاع دي تي إم خالد عبد الله، مدير جودة البرامج دي تي إم منى العقاب، مدير نمو الأندية دي تي إم ياسر القشار، مدير ورئيس الشؤون العربية توست ماسترز عبد الله الماجد، رئيس القسم أختي العزيزة توست ماستر مريم، ومنسق الورش الجميلة توست ماستر أسماء العنزي، وجميع الحضور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنشتغل النهاردة ونبدأ تجربتنا في تدريب حكام المسابقة. قبل ما أبدأ الورشة بس حابة إن أنا أسألكم سؤال، ويا ريت الإجابة تكون على الشات. يا ترى مين اشترك في المسابقات قبل كده؟ مستنية الإجابات على الشات. تمام، طيب اللي اشترك في المسابقات ممكن يفتح المايك كده ويقول لي يا ترى ايه هي الحاجات اللي استفادها منها؟ زيادة الثقة. رائع، جميل جدا، زيادة الثقة. وايه كمان؟ روح التنافس. رائع، حلو قوي قوي. وايه كمان؟ الالتزام. الله 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 على الكلام الجميل. فعلا يبقى اللي بيشترك في المسابقات بيستفيد منها في حاجات كتير جدا. طب يا ترى اللي ما بيشتركش في المسابقات بس حضر المسابقة، هل كمان استفاد؟ يعني أكيد حد مننا ما كانش مشترك في أي مسابقة لكن حضر المسابقة، هل يا ترى استفاد من المسابقات دي؟ نعم. يلا عايزة كده. نعم تفضل. استفدت بإيه؟ استفدت كيف حركة الجسد لازم تكون ببعض الله. المواقف أكثر من مواقف تانية، الله ودرجة الله، الصوت كمان. جميل جدا، رائع رائع رائع. يبقى في الحالة ديت كلنا بنستفيد، تحفيز وتشجيع ان احنا نشارك. الله يا نسرين، كمان جمال كلام جميل ورائع جدا جدا من الدولة الجديدة والجمهورية الجديدة اللي اشتركت معانا في القطاع 20. رائع جدا يا نسرين، شكرا لك على هذه المشاركة. يعني ده معناه إن إحنا جميعاً بنستفيد، سواء مشاركين في المسابقات كمتسابقين أو غير مشاركين في المسابقات. النهاردة هنتكلم عن أكتر من حاجة في هذه الورشة. هنشتغل في العاملون على المسابقة، الغرض من المسابقات، التزام حكم المسابقة، التحكيم مقابل التقويم، وجودة الحكم الجيد، وأهلية الحكام، وأيضاً متطلبات حكام التصويت، ومعوقات الموضوعية، وأيضاً المفاهيم الخاطئة الشائعة، وكذلك فن التحكيم ودليل التحكيم وبطاقات التصويت والاحتجاجات وفقدان الأهلية. بس قبل ما نتكلم عن تدريب المحكمين، تعالوا نشوف يا ترى إيه هم العاملون في هذه المسابقة. العاملون في المسابقة دول عبارة عن مجموعة متكاتفة يدا بيد، هدفهم الأول والأخير هو نجاح المسابقة، هدفهم هو الفايدة الكبيرة اللي هتعم على كل من المتسابقين وأيضا جميع الحضور. العاملون في المسابقة بيتكونوا من مجموعة كبيرة، المجموعة دي
بيرأسها رئيس المسابقة، واللي بيعمل على تجميع الهيئة العاملة المتكاتفة المتعاونة معاه من أمناء مراسم مؤقتون ومتسابقون طبعا ده الأساس، وأيضا عددي الأصوات. وكذلك بيعين رئيس محكمين اللي بالتالي بيبدأ إن هو يجيب الفريق بتاعه من المحكمين وأيضا الحكم الفصل. الغرض من المسابقات هي كثيرة جدا، أنا ما قلتهاش، أنتوا ما شاء الله عليكم قلتوها كلها. طيب مسابقات الخطابة هي عبارة عن إيه؟ بتنقسم إلى عدة أقسام. مين يقول لي إيه هي مسابقات الخطابة؟ بتتكون من إيه؟ هل هي مسابقة خطابة يعني واحد بس خطيبي كده يقعد يتكلم وخلاص، ولا ليها أكتر من نوع؟ يلا مين اللي يقول لي إيه هي أنواع المسابقات؟ أكثر من الخطيب والمقوم. صح، ممتاز، هي جميل جميل رائع. ايه كمان؟ الفكاهة. ايوه برافو، عربي وانجليزي. ايوه ممتاز، مسابقات اللغة العربية وباللغة الانجليزية، رائع. ايه كمان؟ خطب تجارية وخطب عالمية. الله الله على الكلام الكبير، الله الله، القصصية، ممتاز. إذا إحنا عندنا العالمية ودي اللي بتكون باللغة الإنجليزية، واللي مقابل لها بتكون باللغة العربية، وأيضا مسابقة التقويم والمسابقة المرحة والخطب الارتجالية والقصصية. أنا ما قلتش حاجة، أنتم ما شاء الله عليكم قلتوا كل اللي نفسي أقوله في هذه الورشة الجميلة بوجودكم. يا ترى الغرض من المسابقات زي ما أنتوا قلتوا لي توفير فرصة لأعضاء التوست ماسترز لاكتساب خبرة في الخطابة. طيب لو ما كناش إحنا متسابقين، يبقى أيضا توفير فرصة لأعضاء التوستماستر الآخرين اللي مش مستشاركين كمتسابقين إن هم يتعلموا من خلال يشوفوا الخطباء الأكفاء، الخطباء المفوهين، ويشوفوا زي ما قالت لنا زميلتنا حركة الجسد على المسرح، على الإيماءات وطريقة الخطابة، والكثير الكثير من إبداعات الخطباء أثناء تأديتهم لخطبتهم. بالنسبة للمحكم فهو بيلتزم مش بس للمتسابقون، ولكن كمان عنده التزام للتوست ماسترز العالمية، وأيضا للحضور، وكذلك التزام لنفسه. لازم المحكم يوقع على الورقة دي اللي احنا بنسميها أخلاقيات التحكيم للمحكم وكذلك الأهلية. الورقة اللي هو أو النموذج اللي هيوقع عليه هيحط فيه هنا نوع المسابقة اللي هيشارك فيها، سواء تقويم، فكاهة، خطابة عربية، خطابة الارتجالية أو رواية القصص، وأيضا مستوى المسابقة إذا كان يعني على مستوى النادي ولا المنطقة ولا القسم ولا القطاع ولا على الإقليم أو ما إلى ذلك. كمان هيبقى عنده الأحقية، هيعرفها إيه هي واللي إحنا هنتعرف عليها كمان بعد شوية، وكمان ميثاق الأخلاقيات هيقرأ وهيكتب اسمه وهيوقعه ويسلمه إلى رئيس المحكمين. يبقى دي بالبداية خالص التزام المحكم إنه يعرف إيه هي الأحقية بتاعته، وأيضا ميثاق أخلاقيات المحكم، لأنه ملتزم من جهة المتسابقين والتوست ماسترز العالمية والحضور، وأيضا ملتزم من جهة نفسه. في كتير بيلخبطوا ما بين التحكيم وما بين التقويم. هل يا ترى التحكيم فعلا زي التقويم؟ طبعا زي ما احنا شايفين في فرق كبير. التقويم بيبقى الشخص اللي عايز يقوم الخطبة بيبقى بيبص على نقاط القوة، نقاط الضعف، أو النقاط التي تحتاج إلى تطوير، توصياته لهذه الخطبة، وكمان بيشوف عرض الخطابة أو الخطيب من حيث الأهداف. هل يا ترى حقق الهدف من الخطبة دي؟ إحنا عارفين إن كل مشروع لينا في التوست ماسترز ليه هدف، وبالتالي لما أجي أقدم الخطبة بتاعتي لازم إن أنا أحقق الهدف منها. فده أهمية المقوم، إنه فعلا يشوف هل هو الخطيب حقق الهدف بتاعه ولا لا، وكمان هيقدم المقترحات في النهاية والتوصيات علشان يحسن الخطبة. طب أجي للمحكم، هل فعلا بيعمل كده؟ لا طبعا، المحكم أهمية الأولى إنه هيختار الفائزين، الفائز الأول والثاني والثالث، وهو أيضا لا يقوم، لا هيقول نقاط قوة ولا هيقول نقاط تحتاج إلى تطوير ولا هيقول له التوصيات،
وبالتالي يبقى هيكون عندنا فرق ما بين عملية التقويم وعملية التحكيم. الحكم لازم يكون حكم جيد من حيث أنه يكون جدير بالثقة، لأن المتسابقون بيعتمدوا عليه، وكمان الهيئة الإدارية كمان بتعتمد عليه، والتاست ماسترز العالمية كمان بتعتمد عليه. لازم يكون عادل حيادي، يضع جانباً أي اهتمام للصداقة، العمر، العرق، والجنس. يعني مش قول ده صديقي لما اديله درجتين كده خليه يطلع الأول، طبعاً الكلام دوت غير متاح نهائياً في التحكيم العادل. وأيضاً لو هو رافض حتى موضوع الخطبة، مش مفروض إن هو يأثر على التحكيم. التحكيم ليه بنود هنتكلم عليها بعد شوية، لازم إنه يتقيد بيها، لكن ما يأثرش موضوع الخطبة على إن هو بيحبه أو ما بيحبش الموضوع دوت، ما يأثرش على التحكيم بتاعه. كمان لازم يكون دقيق في العمل ودقيق في عملية التحكيم، من حيث إنه يكون يحط القرارات بتاعته والدرجات تكون فعلا صحيحة، يملأ نموذج التحكيم بشكل صحيح، وكمان إضافة نقاط تحكيم المتسابقين بحرص شديد، مش يكون يعني إن هو يكون غير مهتم أو ما إلى ذلك. كمان يكون مستمع جيد للخطبة، ما يستمع بعناية وما يعيش مع أحداث الخطبة ويعيش أحلام اليقظة، أو ممكن إن هو يشرد أصلاً ويسرح وما يركز في الخطبة وما ياخدش باله فعلاً إن الخطبة دي بتتكلم عن إيه، أو الخطيب كان أداؤه عامل إزاي. لا، لازم يركز في كل حاجة اللي هي موجودة، والنقاط اللي بنسميها معايير التحكيم، ويتقيد بيها كويس قوي عشان في النهاية يصل إلى التحكيم الرائع. لازم يكون عارف كويس قوي هو بيعمل إيه، هو هيحكم إزاي. طب يعرف الكلام دوت إزاي؟ يعرفه عن طريق قوانين المسابقات، ويكون على دراية تامة بنماذج التحكيم ومعايير التحكيم اللي موجودة معاه واللي على أساسها بيتم التحكيم. وإن شاء الله في نهاية الورشة هبعت لكم قوانين والدليل المتسابقين لهذا العام 2022-2023 اللي بعتته لنا دي تي ام منى، واللي موجود في الليبراري ريسورسز اللي موجودة في التوست ماسترز العالمية في الموقع بتاعنا. طب يا ترى ايه هي شروط الأهلية بالنسبة للحكام؟ احنا قلنا انه بيوقع على انه هو يكون فعلا لهذا الدور. طب يا ترى لو هو اختاروه حكم او محكم، هل هيقول انا فعلا اهلي ليها ولا لا؟ وعلى اي اساس هو هيختار الكلام ده؟ لو كان المسابقة على مستوى النادي، لازم يكون عضو سدد رسوم العضوية بتاعته اللي احنا بنسميه العضو الفعال. طيب لو المسابقة دي على مستوى المنطقة أو القسم أو القطاع، يبقى هو يكون عضو سدد عضويته برضو مدة ما تقلش عن 6 شهور، وأكمل ما لا يقل عن 6 مشاريع لو على النظام المنهج القديم في دليل التواصل الفعال، أو إنه هو حاصل على شهادات إتمام المستوى الأول والتاني من أي مسار. يعني مجرد إنه هو يكون عنده شهادة إتمام مستوى أول وتاني من أي مسار في تجربة المسارات أو تجربة الباثويز في التوست ماسترز، يبقى هو من حقه إن هو يكون محكم لهذه المسابقات. طيب إمتى الحكم يكون غير مؤهل للتحكيم؟ يكون المحكم غير مؤهل للتحكيم لو كان هو مترشح إنه ياخد منصب قيادي في القطاع، مدير منطقة، مدير قطاع، مدير جودة برامج، يعني المناصب اللي هي تمثل قادة القطاع. ففي هذه الحالة للعام اللي هو اللي هيبدأ من أول 1 يوليو بيكون غير مؤهل إن هو يكون كمحكم. طيب لو كان هو أصلاً متنافس مع أشخاص آخرين، يعني داخل أيضاً في مسابقات، هل يقدر إن هو يحكم؟ الكلام دوت أو السؤال دوت بيتراود كتير لأذهان. لو كان التحكيم في نفس نوع المسابقة اللي هيتنافس فيها خارج مستوى النادي،
يعني سواء منطقة أو قسم أو قطاع، يبقى في الحالة دي مش هيقدر إنه هو يكون محاجر. علشان كده لازم يعرف إيه هي المسابقة بالضبط لما يخرج من النادي كمتسابق، لازم يعرف يا ترى إيه هو المسابقة اللي هيشترك فيها وبالتالي ما يكونش فيها محكم خارج النادي. طبعا الكلام دوت مثلا أحيانا يكون هو طالع من مسابقة الخطابة العربية وناجح فيها ويطلبوه محكم في قطاع آخر، مثلا قطاع 79، قطاع 104، أي قطاع آخر، يقول تعالى لنا كمحكم، لازم يرفض، يقول لهم لا أنا متسابق في هذه المسابقة، ما أقدرش إن أنا أحكم فيها. ممكن يحكم في مسابقات أخرى، لكن المسابقة نفسها اللي هو داخل فيها واللي هيتنافس فيها مع الأشخاص الآخرين من أي قطاع ما يقدرش إن هو يحكم فيها. بالنسبة لمسابقات القسم والقطاع، يجب أن لا يكون هذا العضو في أي نادي، يعني أي متسابق ما يكونش عضو معاه في نفس النادي، وبالتالي لازم ياخد باله قوي من هذه النقاط حتى يكون مؤهل إن هو فعلا يحكم. عدد المحكمين المصوتين المطلوبين بالنسبة لمسابقة النادي، لازم يكون في 5 حكام مصوتين مش أقل من كده. بالنسبة للمنطقة بيكون عدد متساوي من حكام التصويت من كل نادي في المنطقة أو ما لا يقل عن 5 حكام مصوتين. في مسابقة القسم عدد متساوي من حكام التصويت في كل منطقة في القسم أو ما لا يقل عن 7 من حكام المصوتين، يحاولوا إن هو يهيئوا فعلا هذه الأمور المهمة جدا. في القطاع عدد متساوي من حكام التصويت من كل قسم في القطاع أو ما لا يقل عن 7 حكام مصوتين. ده بالنسبة لعدد الحكام في كل نوع من أنواع المسابقات. هناك معوقات أمام الموضوعية للمحكم، هنشوفها واحدة واحدة. أولاً ترتيب الخطيب، أحياناً بيبقى المتسابق هو المتسابق الأول أو المتسابق الأخير. طبيعي إن الإنسان بيركز قوي في الأول والأخير، طب والتاني والتالت والرابع دول إيه حكايتهم؟ هيروحوا في الرجلين ولا إيه؟ لا، لازم إن إحنا نركز فيهم، يكون معنا نوت، والنوت دوت أكتب فيه اسم المسابقة والحاجة اللي عجبتني من كل متسابق كده، بحيث إن هي تفكرني بيه وقت ما أنا هجمع الدرجات، أبقى عارفة كل متسابق إن هو فعلا خد حقه معايا من حيث التحكيم. يبقى ما بركز بس على الأول والأخير، لكن أخد بالي من كل المتسابقين اللي موجودين. كمان احيانا بيكون هناك بعض الاشخاص اللي يعني ممكن نتعاطف معهم، اتعاطف معهم في الشارع، اتعاطف معهم في المستوى الاجتماعي، ده حق عليا او حق يعني ان انا لازم فعلا اكون متعاطفه معهم اساعدهم، لكن لو انا محكم لا، زيه زي اي شخص اخر، زي اي متسابق اخر من الموجودين، لا يحق لي أن أتعاطف معاه نهائيا. يبقى أخد بالي من النقاط دي كويس، عشان زي ما احنا اتفقنا إن المحكم الجيد هو المحكم العادل، يبقى لازم أنا أعدل ما بين جميع المتسابقين. في أحيانا بيكون هناك بعض الأشخاص ديناميكيين متحركين كده على المنصة، وأبص كده ألاقي إن لغة الجسد عندهم عالية، إيماءاتهم جميلة، لكن المحتوى مش قد كده. طب المحتوى ده أنا عندي زي ما هنشوف بعد شوية عليه 50 درجة. طيب لما هل يا ترى بقى الشخص الديناميكي اللي عمال يتحرك على المسرح يغطي على موضوع المحتوى؟ طبعا لا، لازم أخد بالي. عشان كده لازم نتأيد بمعايير التحكيم، ما نخليش أي ميزة تغطي على ميزة أخرى بغير حق، فناخد بالنا من النقاط دي كويس قوي. أو ممكن واحد مثلا التصفيفة بتاعت شعره مش قد كده، يبقى ده شخص خطبته هتبقى مش كويس، أو إن الشخص دوت كان النحو بتاعه ضعيف، يبقى المحتوى بتاعه مش كويس. لا، كل نقطة من هذه النقاط ليها درجة، وبالتالي لازم أخد بالي، المحتوى ليه درجة، اللغة ليها درجة، وكل حاجة هو بيعملها
وتقسم الدرجات بتاعتها، فبالتالي أتأيد أنا بالدرجات وليس بالشكل العام، أو ليس بالنقطة معينة وحشة يبقى أخلي الخطة كلها وحشة. طبعاً الكلام دوت هيأثر على إن أنا أكون عادل كمحكم. كمان هناك بعض المتسابقين مش دي أول مرة يتسابقوا فيها، إحنا عارفينهم، ممكن يكون أصلاً هم أبطال، فأقول آه يا ده بطل، ده لازم ياخد المركز الأول. لا طبعاً، كل صحيح هو كان بطل في مسابقة قبل كده، لكن ممكن ما يكونش أعد الإعداد الجيد للمسابقة اللي هو موجود فيها دلوقتي. يبقى أخد بالي إن مهما طالت مدة وجودي في التاس ماستر، وإن أنا ممكن إن أنا أشوف خطيب أكتر من مرة، وإن أنا ممكن أسمع أكتر من مرة، أعتبر في كل مرة أنا محكم فيها إني بسمعه لأول مرة. السلوكيات الاجتماعية مش بالضروري اللي انت متعود فيها في النادي هي دي اللي متطبقة في الأندية الأخرى. ممكن كتير قوي ان بعض الأندية يقعدوا فيها باللبس كأنها سحر، سحر موجودة. لا كان مكتوب لفت، أتوقع صار معها مشكلة بال انقطع الاتصال معها. ثواني بس. أعتقد نعطيها شوي مجال إن ترجع. الوقت وقف الوقت. حتى التسجيل بعد وقفه. نعتذر على ما حد. غيروا لها الاسم. خل عشان نشوفها إن هي سحر ومش عماد. راح أغير الحين إن شاء الله. والله ما سحر. أعطوها كوهوز. يلا تفضل. تسجيل مرة ثانية. شغلت. بسم الله الرحمن الرحيم، وعودة مرة أخرى. كنا بنقول على تأثير الهالة، وهي إن ممكن الشخص يكون ديناميكي لكن المحتوى غير جيد، فما يكونش حاجة أثرت على محتوى آخر، وبالتالي كمان ممكن إنه يكون القواعد بتاعته النحوية غير سليمة، فطبعاً الخطبة ممكن يقول عليها إن هي خطبة ضعيفة، لكن الخطبة هي مش ضعيفة، الخطبة ليها عدة أجزاء وعدة محتويات، فالأفضل إن إحنا نشوف الكلام دوت بشكل لطيف. طيب ده بالنسبة لإصباغ الهالة، وأيضاً التواجد مرة تانية كمان عملناها، وقلنا إن هي كل شخص أو كل مثلاً نادي بيبقى ليه يعني قاعدة أو ليه طابع. ممكن بعض الأندية بتبقى مرتبطة بالزي الرسمي، لكن أندية تانية لا، مش بالضرورة، ممكن يكونوا طلبة في كلية، فممكن اللباس غير الرسمي دوت هو يعني ده الطبيعي بتاعهم. فلو جه حضر المسابقة بهذا الزي العادي، لكن هو يكون زي محترم وزي يعني متقيد به اللي هو طبعا الشكل العام ليه، يبقى ما يخليهوش إن ده يأثر عليه على الإطلاق. كمان بالنسبة لو أنا يعني عندي إعجابات لي مثلا متسابق معين ودخل المسابقة، يبقى ممكن إن أنا أتحيز لي وأدي له درجات أكتر، فطبعا بالنسبة للتحيز دول غير مصرح به نهائيا كمحكم، لأن علشان أكون
محكم، لازم زي ما اتفقنا ان من طباعه او من الصفات اللي لازم يلتزم بها ان هو يكون شخص عادل. من المفاهيم الخاطئة اللي احنا لازم نبقى عارفينها هي عبارة عن ان الشخص او المفهوم الخاطئ ان غير مفضل استخدام المساعدة والوسائل البصرية، لكن لو احنا بصينا فعلا ان المفهوم الصحيح لأن المتسابق يقدر إن هو يستخدم المواد المساعدة والوسائل البصرية. طيب لو كان أيضا الخطب بتاعته تكون خطب جادة، وهل هو ده صحيح؟ طبعا لا، لأن إحنا كمان الخطب ممكن ما تكونش جادة وتدخل عليها الفكاهة، ده شكل طبيعي جدا لأي مسابقة وأي خطبة. كمان إن ممكن يكون مفهوم خاطئ إن الخطب العالمية يجب تكون محفزة، يجب تكون إنها ملهمة. لا، مش بالضروري الكلام دوت، ممكن إن إحنا نقدم أي نوع من الخطب، حتى الخطب الترفيهية صرفة ممكن إن أنا أقدمها في المسابقات العالمية. لو أنا عندي مواد أو وسائل بصرية فأعمل إيه؟ لازم أكون في الأول إني أبلغ إن أنا معايا وسائل بصرية وإن أنا عايزة أستعمل هذه الوسائل. وطب هعمل إيه في الحالة دي؟ أحطهم على المنصة وبعد الخطبة بتاعتي مباشرة أشيلها في دقيقة الصمت اللي الحكام هم بيحطوا فيها الدرجات، احنا او انا كمتسابق هشيل الادوات اللي انا حطاها، سواء كان او ادوات مساعده مثلا هي لوحه او هي مثلا استخدام الكتروني او ما الى ذلك. التحكيم لفن، وبالتالي علشان اعرف ايه هو فن التحكيم لازم ان انا اعرف ازاي اختار الفائزين بدقة. في عندنا مسابقة الخطب العربية والمسابقات الاخرى لها دليل وبطاقات التصويت. في نهاية هذه النموذج في عندي المراكز الأولى الثلاثة اللي أنا هديها لرئيس المحكمين، فعندي أختار الفائز الأول والثاني والثالث، وبعد كده أدي هذه الورقة الصغيرة اللي تحت دي لرئيس المحكمين. طيب الجزء الأولاني أو الجزء العلوي دوت اللي موجود عندي هنا في اللي هو في الورقة أو في النموذج، لا ده أنا بخليه لنفسي وأتخلص منه بعد ذلك. بعد كده لازم أتأكد إن جميع المعلومات اللي أنا بحطها هي عبارة عن معلومات سرية على الإطلاق. بالنسبة لي زي ما احنا اتفقنا ان الجزء الاولاني دوت ما بسلموش لعداد الاصوات، ومجرد ان هو بيساعدني اني املى في او اعبأ في بس الدرجات اللي انا هحطها لكل متسابق. فالمتسابق الاول والمتسابق الثاني كل واحد ليه خانة مختلفة عن الاخرى من حيث المحتوى والالقاء واللغة زي ما هنتكلم عليهم بالتفصيل بعد شوية. دليل المحكم أو اللي هو المعايير دي إزاي إن أنا أعب بيها؟ أقدر إن أنا أعب بيها زي ما إحنا شايفين إن أنا أخذ الملاحظات أثناء الخطبة وأملى بيها البطاقة من حيث المحتوى والإلقاء واللغة، واستخدم النقاط المقترحة كما هو موضح في البطاقة. أتأيد جداً بالبطاقة بإن المحتوى عليه 50 درجة مثلاً لو هو الخطب العربية، الإلقاء، اللغة، والدرجة الموزعة على كل بند من هذه البنود. وبالتالي لو حصل بعد كده تعادل ما بين شخصين أنا أعمل إيه؟ لو حصل هذا التعادل يبقى في الحالة دي أنا بنفسي أفصل النتيجة، أشوف ميزة واحد عن الآخر وما أخليش عندي اتنين بنفس المستوى. مثلا المركز الأول فيه اسم شخصين أو المركز الثاني فيه اسم شخصين، طبعا رئيس المحكمين هيعتبر هذه التحكيم أو هذه البطاقة، بطاقة التصويت بتاعتك هتكون لاغية. يبقى أنا لما أجي أقسم مركز أول ثاني ثالث بيكون عليه ثلاث أسماء مختلفة تماما. معايير التحكيم بتاعتي بتختلف من مسابقة إلى أخرى.
الشيت أو النموذج اللي أنا حطاه ده هو لمسابقة الخطابة العربية. فبالنسبة للمحتوى أنا عندي بناء خطبة والفعالية وقيمة الخطبة، بالنسبة للإلقاء عندي الجسد والصوت والأسلوب، عندي بالنسبة للغة عندي الملائمة والصحة. كل واحد من هذه البنود ليه درجة تختلف عن الأخرى، ولازم أحطها في اعتباري أثناء تحكيمي لهذا المتسابق. فنمسك النقطة الأولى اللي هو محتوى الخطبة. محتوى يمثل 50% من نقاط الخطبة، والمحتوى هو اللي بيحدد جودة رسالة الخطيب. من هنا أقدر أعرف إن فعلاً رسالة الخطيب دي جيدة وواضحة وصلت للجمهور ولا لا. المحتوى بيتقسم إلى 3 أجزاء: بناء الخطبة من حيث الهيكل، تنظيم من حيث وضوح الغرض من الخطبة وتحديده، وأيضاً مواد الدعم اللي بتدعم هذه الخطبة. النقطة الثانية اللي هي الفعالية، هل حققت الهدف المرجو منها؟ هل الموضوع واضح فعلاً للجمهور؟ وأيضاً بيتوقف أيضاً على اهتمام الجمهور، هل اهتم الجمهور فعلاً؟ هل الموضوع كان مناسب ليهم ولا لأ؟ وكذلك إدراك الخطبة وتفاعل الجمهور برضو مهم جداً من حيث الفعالية. آخر حاجة في المحتوى اللي هي قيمة الخطبة، قيمة الخطبة اللي هي الأفكار، هل لدى الخطيب ما يقوله فعلاً؟ المنطق، هل لديه فعلاً رسالة يقدر إن هو وجهها والتوجيه بتاعها كان توجيه صحيح؟ وأيضاً بالنسبة لأصالة الفكرة، هل كان محفز فعلاً عمل عملية تحفيز لتفكير المستمعين ولا لا؟ يبقى دي بالنسبة لمحتوى الخطبة اللي بيمثل 50% من نقاط الخطيب. يجي بعد كده لدليل وبطاقة التصويت بالنسبة للمحكم. بالنسبة للخطب العربية في المحتوى بالذات عليها 50 درجة، في الخطب المرحة عليها 55 درجة، في الخطب الارتجالية عليها 55 درجة. يبقى أخد بالي إيه هي الدرجات اللي بتكون محددة للمحتوى في كل نوع من أنواع الخطبة. النوع الثاني اللي هو إلقاء الخطبة. إلقاء الخطبة في نقط مأخوذة في الاعتبار اللي هي تمثل 30% من نقاط الخطبة، وأيضاً طريقة العرض ومحتوى الخطبة، وكذلك الإلقاء اللفظي والجسدي على حد سواء. فبالنسبة للغة الجسد مهمة جداً جداً في محتوى في إلقاء الخطبة. في المظهر هنا بيظهر عندي الخطيب بشكل أنيق ومناسب، زي ما قلنا يلبس اللي يلبسه ما فيش مشكلة، لكن يكون الشكل بتاعه مناسب للمكان. وأيضا لغة الجسد بتاعته تكون معبرة وإيماءاته عن هدف الخطبة، وكذلك تعبير الوجه بتاعه ومنطقة التحدث لازم ياخدها في اعتباره، هو استخدم منها قد إيه، هل استخدم منطقة التحدث كلها ولا كان واقف في مكان واحد، ولا كان الحركة بتاعته حركة بندولية على المسرح. إذن في هذه الحالة المحكم لازم ياخد في اعتباره هذه النقاط. من حيث الصوت، مرونة الصوت، هل الصوت كان ذو مرونة عالية؟ هل بتتغير حسب إظهار المشاعر بتاعته؟ هل قوة الصوت كانت مناسبة للغرفة ولا كانت القوة بتاعته ضعيفة؟ الكلمات اللي انتقاها هل كانت مناسبة للخطبة ولا لا؟ وكمان الأسلوب بتاعه اللي هو استخدمه، هل كان مباشر؟ هل يؤمن الخطيب فعلا برسالته؟ هل أكد فعلا على الهدف وقدر ان هو يوصله الصوت بتاعه؟ هل كان في حماس؟ يتحدث بحماس في نقل الرسالة ولا مجرد إنه هو بينقل الرسالة بتاعته بصوت على رتم واحد وعلى نغم واحد؟ إذن في هذه الحالة كل النقاط دي لازم يخدها في اعتباره الخطيب المحكم أثناء استماعه بشكل جيد إلى الخطبة. بالنسبة للإلقاء بينقسم في دليل وبطاقة التصويت للمحكم إلى خطب عربية
والخطب المرحه والارتجاليه. في الخطب العربيه 30 درجه، في الخطب المرحه كمان 30 درجه، في الخطب الارتجاليه ايضا 30 درجه، متقسمه زي ما احنا قلنا على الجسد والصوت والاسلوب. الصورة واضحة؟ واضحة. نعم واضحة. نعم. نعم. نيجي للنقطة الأخيرة في دليل بطاقة التصويت ألا وهي اللغة. اللغة بالنسبة للخطب العربية عليها 20 درجة، بالنسبة للخطب المرحة عليها 15 درجة، بالنسبة للخطب الارتجالية عليها أيضا 15 درجة. اللغة تمثل 15% من نقاط الخطبة، حول اختيار كلمات الخطيب وأيضا النحو للكلمات بتاعته، وأيضا على الإلقاء اللفظي والجسدي على حد سواء. بالنسبة للملائمة هيكون الملائمة دي للغة الخطيب لهدف الخطبة. نعم. الصورة واقفة على دليل وبطاقة التصويت المحكم الإلقاء. طيب. تمام كده؟ نعم. بالنسبة للغة الخطبة، نعم. نعم، احنا الآن في لغة الخطبة، وقلنا لغة الخطبة في هناك نقاط يجب الأخذ بها في الاعتبار، اللي هي الملائمة، ملائمة الخطبة والكلمات المنطقة للخطبة نفسها وأيضا للحضور، بحيث أنه يعزز فيهم رسالة الخطبة. هنا بقى عليها درجات النحو والنطق وانتقاء الكلمات والكلمات نفسها. ففي الحالة دي أخلي الخطبة بتاعتي كخطيب يعني فعلا تتأيد بالنقاطات. طب كمحكم يبقى هنا في درجات هنشوفها بعد شوية لكل نقطة من، يبقى ده معناه إن المحكم لازم ياخد في اعتباره كل نقطة في اللغة من حيث النحو، النطق، انتقاء الكلمات، الإلقاء وتأثير اختيار الكلمات على الحضور، وأيضا دراسة وتحضير للخطبة، هل فعلا درس الخطبة، هل حضر لها، هل انتقى الكلمات بتاعته ولا لا. وهنا زي ما اتفقنا إن اللغة عليها 20 درجة في الخطب العربية، 15 درجة في الخطب المرحة، وفي الخطب الارتجالية عليها أيضا 15 درجة، ومتقسمة للملائمة والصحة لكل من النقطتين اللي محددين ك 20 درجة، متقسمين مثلا 10 10 10 5 10 5 لكل نوع من أنواع المسابقات. طيب نيجي بعد كده للخطب التقويم. خطب التقويم متقسمة إلى جودة التحليل وأيضا للتوصيات وكذلك الأسلوب. في جودة التحكيم أو جودة التحليل بتكون عندي في هذه الحالة واضحة مركزة على حب على على أمور معينة هو عايز إن هو يقوم فيها، وأيضا توصياته والأسلوب الذي اتبعه، ولازم في النهاية تكون الخلاصة بحيث إنها تكون مختصرة ومشجعة. فجودة التحليل يشير إلى فعالية التقويم، وهل كانت فعلا تعليقات المقوم واضحة ومنطقية ولا لا، وهل حدد نقاط القوة ونقاط الضعف في الخطبة، والكلام ده بيكون عليه 40 نقطة. في توصياته واللي عليها 30 نقطة بتكون التوصيات، هل فعلا كانت عملية مفيدة إيجابية، هيستفيد منها فعلا الخطيب وتحسن خطبته للمرات اللي جاية،
الأسلوب اللي تعامل فيه كمقوم واللي عليه 15 درجة، هل يشير فعلا على أن المقوم دوت تعليقاته وتوصياته كانت فعلا إيجابية وتقدر تصل إلى الخطيب وتحسن فيه ولا لا؟ هل المقوم كان حساس لمشاعر واحتياجات الخطيب؟ وهل إن هو هيشجعه علشان يحسن من خطبه المستقبلية؟ هل ينبغي أن يلخص الخلاصة بقى في الآخر؟ لازم إن هو يلخص كل اللي هو قاله ده بإيجاز للنقاط اللي هو اتكلم فيها وتوصياته، علشان فعلا في النهاية دي تثبت في ذهن الخطيب وفعلا إن هو يستفيد منها للمرات القادمة. بالنسبة لبطاقات التصويت الرسمية بالنسبة للمحكم، زي ما قلنا الجزء الأسفل اللي هو ده بنسميه التصويت الرسمي للمحكم، بيحط فيه ثلاث مراكز، الأولى والثانية والثالثة، وبيسلمها إلى رئيس المحكمين أو بيسلمها أصلاً لعداد الأصوات اللي هيستلمها بعد كده منه رئيس المحكمين. لو كان في عنده رئيس المحكمين لقى اسمين على نفس المركز، هيحط علامة على هذه البطاقة أنها باطلة. بالنسبة للحكم الفصل، بيكون هو من اختيار رئيس المحكمين، وبيكون وضعه سري تماماً، محدش غير رئيس المحكمين يعرف مين هو الحكم الفصل. بتختلف في بطاقة التصويت عن بطاقات التصويت الأخرى للحكام الآخرين، إنه بيكون في ترتيب لكل المتسابقين من الأول لغاية آخر متسابق موجود عندنا في هذه المسابقة. يسلم حكم الفصل هذه البطاقة لرئيس المحكمين فقط، ولازم يكون كامل. يعني لو أنا عندي 5 متسابقين، 5 متسابقين ب5 مراكز يحطهم، ولازم في نهاية هذه البطاقة سواء للحكم العادي أو للحكم الفصل يحط اسمه وتوقيعه. لو ما لقاش رئيس المحكمين اسم المحكم سواء محكم عادي أو محكم فصل وتوقيعه، يبقى هيعتبر إن هذه البطاقة لاغية. يبقى كل مجهودك وإن أنت قاعد وسامع الخطباء دول كلهم ونسيت تكتب اسمك وتوقع، يبقى هتعتبر بطاقتك لغية ولا كأنك كنت موجود أصلاً في هذه المسابقة. فأول ما تاخد بطاقة التصويت على طول اكتب اسمك وتوقيعك، وخلي المراكز لما تبقى تشوف الخطبة وبعدين حط المراكز، لأن أحياناً الواحد من السرعة أو من يعني التوتر أو كده ينسى يكتب اسمه أو يوقع تحت، فاكتب اسمك وقع علشان تضمن إن في النهاية إن سوف يؤخذ بتحكيمك في هذه المسابقة. يبقى ده بالنسبة لأهمية الجزء السفلي في التصويت الرسمي للمحكم أو للمحكم الفصل. نيجي بعد كده للاحتجاجات. طبعا زي ما احنا نسمع انه حصل احتجاج على على خطبة شخص معين، او على مثلا ان الخطبة او ان الشخص او المتسابق دوت عملوا عملية اقصاء، يعني ايه الكلام دوت وجاي منين؟ أولاً الاحتجاج لازم يكون من حكام التصويت أو من المتسابقين، ويسلم إلى رئيس المحكمين أو يسلم إلى رئيس المسابقة، والكلام ده يكون قبل انتهاء المسابقة، مش بعد انتهاء المسابقة يقول أنا كنت أصلاً معترض على إن الخطبة ديت كانت مثلاً غير أصل، ما فيهاش أصل أو لأي سبب من الأسباب. فلا، وقت المسابقة نفسها بيتم الاحتجاج ويسلم لرئيس المحكمين أو رئيس المسابقة. طب يا ترى الاحتجاجات دي أصلاً بتكون عن إيه؟ أهم حاجة الأهلية، زي ما احنا اتفقنا إنه لازم يكون الخطيب أو اللي هو المتسابق يكون عضو فعال في نادي فعال. لو تم الاكتشاف أثناء هو في الخطبة أو بعد إعلان المسابقة أن هذا المتسابق غير فعال أو النادي اللي هو طالع منه غير فعال، إذن يعني ما فيهوش 8 أعضاء، يبقى في الحالة دي هيتم إقصاء هذا المتسابق. وكمان الأصالة، الخطبة لازم تكون من تفكيره الشخصي، ممكن إن هو يستعين مثلا بأشعار، آيات قرآنية، أحاديث، 25% فقط من
الخطبة أو من زمن الخطبة بتاعته مثلاً هي من 5 إلى 7 دقائق 25% فقط بس إنه هو يستعين فيها بحاجات مختلفة عن تفكيره هو الشخصي، يدعم بيها إذا عاوز الخطبة بتاعته. يبقى الأصالة الأهلية، وأيضاً إذا اتكلم أو أشار إلى خطبة متسابق آخر في نفس المسابقة. يبقى التلات نقاط دي، الأهلية، الأصالة، والإشارة، هي دي اللي بتخلي إن ممكن يحصل احتجاج من، والاحتجاج ده بيتم من حكام التصويت أو من المتسابقين فقط ولكن ليس من الجمهور. الجمهور مش من حقه إنه هو يعترض أو يقدم هذا الاحتجاج. طيب تم الاحتجاج، بعد كده إيه اللي بيحصل؟ بيجتمع رئيس المحكمين مع المحكمين المصوتين وبيشوفوا فعلا هل هيتم إقصاء هذا المتسابق ولا لا. يبقى في الحالة دي رأي أغلبية الحكام هو اللي سوف يدل على ذلك. وأيضا رئيس المسابقة من حقه إنه هو يعمل عملية إقصاء للمتسابق إذا ما كانش عنده أهلية إن هو يدخل في هذه المسابقة. بالنسبة للمصادر لهذه الورشة هي من مسابقة دليل القوانين مسابقة الخطابة، وزي ما قلت لكم إن شاء الله هحطه لكم في الشات، مهم جدا إن أنتوا تطلعوا عليه في كل القوانين، وهتحبوا جدا قراءته، مكتوب بطريقة سهلة بطريقة سلسة، وأي متسابق أي محكم أي رئيس محكمين رئيس مسابقة يطلع على هذه القوانين علشان يدخل على أرضية صلبة للمسابقة وتبقى مسابقة ممتعة للجميع بدون أي يعني نقاط ضعف في المسابقة، والكل يستمتع بها سواء متسابقين أو حضور. كمان المصادر دي موجودة على Resource Library اللي موجودة في Toastmasters الموقع بتاعها، موجود باللغة العربية، فحبيت بس إن أنا أشير لها. هل يا ترى في أي أسئلة؟ راح يتم الإجابة على الأسئلة بعد الورشة الثانية بإذن الله. يعطيك العافية. تمام، شكرا جزيلا، وإليك عريف الفعالية. شكرا سحر أعطيتينا معلوماتك. والآن مقدم الورشة الثانية يقدمها عضو توست ماسترز منذ عام 2007، رئيس نادي البحرين للتوست ماسترز، رئيس سابق لنادي جيك للتوست ماستر جيبك للتوست ماستر، كبير محكمين مسابقة ديتاك 2021 القسم العربي. معاكم مقدم الورشة المحكم الكبير المخضرم دي تي ام محمد عابدين، كل التوفيق. ألف شكر العريف فوزية، وشكرا على المقدمة الرائعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقبل الله نبدأ نهنيكم بمناسبة المولد النبوي الشريف، ونتوكل على الله ونبتدي الورشة. بس سو شير حق السلايدات على أساس نقدر نبتدي معكم. تمام، واضح السلايدات؟ واضح. طيب شكرا. أنا راح أقدم ورشة اللي هي خاصة بكبير المحكمين، وهي طبعا ورشة دور كبير المحكمين هو دور أساسي وفعال في نجاح أي مسابقة على جميع المستويات، سواء من النادي إلى السيمي فاينل أو النصف النهائي أو النهائي على مستوى منظمة التوست ماستر. دور كبير المحكمين هو دور إداري بالدرجة الأولى. كبير المحكمين هو مسؤول بصورة أساسية على أن الإجراءات قاعد تمشي بالطريقة المطلوبة أو بالطريقة الصحيحة. في الورشة راح إن شاء الله نتكلم عن
المحاورة التالية اللي هي متطلبات الأهلية، مهام رئيس المحكمين، مناقشة مع رئيس المسابقة، شرح المهام للحكام، شرح المهام للحكم الفصل، شرح المهام لوقت المسابقة، شرح المهام لعدد الأصوات، كسر التعادل، إقصاء المتسابق. هاي طبعا من القرارات اللي ما حد يرحب فيها، بس يعني في النهاية كبير المحكمين هو مسؤول عن هذه الأمور. حل الاحتجاجات واجب رئيس المحكمين بعد المسابقة، والتحديات النمطية اللي يعني تواجه كبير المحكمين بصورة دورية. قبل أن نبتدي يعني في التفاصيل، هل أحد مر عليه مثلاً موقف من مع كبير المحكمين، أو هو كان كبير محكمين وحس أن الموضوع يعني يمكن يحتاج إعادة نظر؟ مثلاً ممكن تكتبون في الشات أو تشاركونا. مرحبا، يا أهلا وسهلا. يا حياك الله. كنت متسابقة في إحدى السنوات و في قطاع، طبعا أهم شيء أنه مو قطاع 20. فتفاجأت أنه بعد ما أنهيت الخطبة، طبعا من قبل البداية وأنا كل شوي أقول لهم الصوت، الإضاءة، كل شيء واضح وكذا ومن هالأمور. فتفاجأت أنه بعد ما أنهيت الخطبة جتني ثلاث رسائل أنه أسماء إحنا ما شفناكي. فاستغربت، ومن ضمنهم عريفة المسابقة قالت لي أنه حتى تم تنبيه كبير المحكمين بأنه هل أوقفها؟ قال لا، إلين انتهيت. فلما راسلت كبير المحكمين وقلت له، لما يعني قالوا أصلا من أول ما بديتي اختفت الصورة، فقلت ليش ما تم تنبيهي؟ وين أمين المراسل؟ وين كبير المحكمين؟ وين عريف الفعالية؟ ليه ما أحد قال لي؟ فقال لي بكرة نتفاهم. فأنا صراحة جلطتني كلمته بكرة نتفاهم، قلت إذا ما احتجيت الآن. وطبعا يعني ضربوا احتجاجي في عرض الحائط وانتهت المسابقة. فالحمد لله ما في شيء بالقلب عليهم، لكن بس حبيت أذكر الموقف. يعطيك العافية. واضح واضح. طبعا واحدة من التجارب اللي لها علاقة بالأنظمة المسابقات الافتراضية، التواصل اللي كان افتراضي، وهي يعني خطأ تقني وفي إجراءات معينة خاصة بالأخطاء أو المشاكل التقنية في هالموضوع. أستاذ عذاري رفع يدك. مساء الخير، يعطيك العافية. أنا طبعاً أحب أذكر موقفي، لأن الموقف لا ينسى، لكن ما كنت أحس أن كبير محكمين ظلمني، لكن نصفني فعلاً، وكان خير منصف لي في المسابقة. كنت بشاركهم يعني عرض تقديمي يتناسب مع الكلام اللي بقوله، أو فيديو بالأحرى قصير، لكن كذلك لم يكن ظاهراً، فكانت الشاشة سوداء، وأعتقد أنه غطى أيضاً على صورتي أنا وأدائي. أوقفني في الدقيقة الأولى وطلب أن يعني تؤجل خطبتي للأخير حتى يتم حل المشكلة التقنية. كان فعلا راح يأثر، يعني DTM محمد الشمري كان، أو توستماستر متميز الشمري، هو كان كبير المحكمين. كانت لفتة رائعة، حتى الآن أنا يعني أكون له هذا الفضل. صحيح، بعد مثل ما قلنا أن هاي لها علاقة بالمشاكل التكنولوجية، وفي اللي هو الإجراءات القياسية أو نمطية ممكن يأخذها كبير المحكمين. بس مثل ما شفتوا يعني في يمكن اللي هو اختلاف بين الإجراءين، وذلك أغلب الظن يعود إلى الوقت اللي انقطع فيه الوقت أو انقطع فيه اللي هو البث. طبعاً إحنا ما راح نراجع هالمواضيع، بس الفكرة هني أن كبير المحكمين لا صلاحية أن يتخذ قرارات ويمشي مثلاً المسابقة بطريقة قد تؤثر على بصورة كبيرة على نجاح المسابقة أو فشلها. فدور كبير المحكمين هو دور إداري وله تأثير كبير جداً على نجاح وسير المسابقات، وبالتالي فهو يعني دور مهم، والشخص المسؤول عن هذا الموضوع لازم يتصف بالعديد من الصفات، أنه يكون عنده حس بالعدالة والإنصاف، ويقدر يتدخل فيما
يصب في مصلحة المسابقة كعموم. طيب شرط الأهلية لكبير المحكمين عشان تكون مؤهل أنك تخدم ككبير محكمين في مسابقة، في متطلب على مستوى، على مستوى النادي. إذا أنت كبير محكمين على مستوى نادي فقط، المطلوب منك أنك تكون عضو قد سدد رسوم العضوية، رسوم العضوية مالتك مسددة، فأنت من حقك أنك تخدم، أو أنت مؤهل أنك تخدم ككبير محكمين في مسابقة على مستوى النادي. لما نطلع من مستوى النادي وننتقل إلى المنطقة أو القسم أو القطاع، في إضافات لهذا الموضوع اللي هو تكون عضو سدد رسوم العضوية لمدة لا تقل عن 6 أشهر. يعني مو تكون أن مثلا عضو جديد صار لك 3 شهور وجت المسابقة، في حالة النادي ممكن، بس في حالة القطاع أو القسم أو المنطقة لازم تكون عضو لستة شهور على الأقل، أكملت ما لا يقل عن 6 مشاريع خطب في دليل التواصل الفعال، أو حاصل على مستويين الأول والثاني من أي باثوي، من أي برنامج باثوي. فهذه هي بعد متطلبات إضافية للمنطقة أو القسم أو القطاع. وفي طبعاً اللي هو توصيات إضافية، مو متطلبة ولكن هي توصيات إضافية تعطيك اللي هو اليد العليا، تكون في موضع أفضل في حالة الخدمة في ككبير محكمين، اللي هو تكون مدرب كمحكم مسابقة مع خبرة في التحكيم، تدرب كرئيس المحكمين وحضرت ورشة واحدة على الأقل في تدريب المحكمين ورؤساء التحكيم. فهاي راح يضيف لك معلومات على أساس تقدر تأدي دور المناطبك بصورة أفضل. الأشخاص الغير مؤهلين ليكونوا رؤساء محكمين هم الأشخاص التاليين في مسابقات المنطقة أو القسم أو القطاع: المرشحين لمناصب قيادية القطاع المنتخبة الفترة التي تبدأ من 1 يوليو اللاحق، غير مؤهلين للعمل كمسؤول مسابقة خارج مستوى النادي. عرفتوهم من يعني هذه؟ لا، الناس اللي يبون يرشحون روحهم للمناصب القيادية في الدستريك، هذه لا مو من حقهم إنهم يكونون كبراء محكمين في خارج مستوى النادي. إذا تم التحكيم من نفس نوع المسابقة التي سيتنافسون فيها خارج مستوى النادي في أي قطاع، مثل ما ذكرت في الورشة الأولى الأستاذة، إن إذا أنت حكمت خارج مستوى النادي على أي مستوى وطلبوك في قطاع ثاني، تعتذر وتقول إنه ما راح تحكم أو حتى تصير كبير محكمين، وذلك لأنك حكمت في مسابقة من نفس النوع. مسابقات القسم يجب أن لا يكون محكم عضو في أي نادي يكون فيه المتسابق عضوا. مسابقات القسم والقطاع، القسم والقطاع يجب أن لا يكون المحكم عضو في أي نادي يكون فيه المتسابق عضوا، يعني ما تكون أنت والمتسابق من نفس النادي، وذلك على مستوى القسم والقطاع. مهام رئيس المحكمين: قبل تبتدي المسابقة تحاول أنك تتواصل مع رئيس المسابقة وتوصل قبل نص أقل مقابلة الرئيس، تأكد من اتخاذ التدريبات المناسبة للمسابقة. إذا في شيء مثلا من جهة رئيس المسابقة يبي يعطيك خبر، يبي يعطيك فكرة عن موضوع معين، توصل قبل على أساس أنه تقدر تتواصل مع رئيس المسابقة. تذكر رئيس المسابقة بتحديد منطقة التحدث وإظهار متسابقين المحكمين قبل المسابقة. كلكم طبعاً يمكن تكونون شفتوا السيناريو أن المتحدث يخرج عن حدود منطقة الكلام
طبعا منطقة التحدث لازم تكون واضحة بالنسبة للمحكمين وكبير المحكمين رئيس المسابقة والمتسابقين، فكلهم لازم يكونوا مطلعين على هذه الترتيبات قبل المسابقة. تجميع النماذج الموقعة للأهلية والأصالة من رئيس المسابقة، وهذه تخص المتسابقين، لازم يطلع عليها رئيس المحكمين، يعني ياخذها رئيس المسابقة ويسلمها لرئيس المحكمين على أساس يطلع عليها لما يتطلب الأمر هذا الشيء. طيب، وبعدين هاي اللي هو يكون الميتنج أو اجتماع الشرح المهام للمحكمين اللي هو غطيناه في الورشة السابقة مثل ما شرحتها المدربة في الورشة السابقة. اجمع جميع شلون طبعا نسوي هاي الشغلة، لأن نجمعهم جميع المحكمين في غرفة منفصلة للشرح، نقرأ الأحقية وميثاق أخلاقيات تحكيم المحكمين، جمع النماذج الموقعة، شهادة الأحقية وميثاق الأخلاقيات تحكيم جميع المحكمين، هاي لازم يأخذها كبير المحكمين غير مالة المتسابقين، تذكير المحكمين بعدم الكشف عن هويتهم والحفاظ على سريتهم. الأخوان اللي دشوا مسابقات من قبل بعد المسابقة، هل تعرفون من المحكمين؟ تعرفونهم كانوا 5 10 فلان وفلان 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 كانوا محكمين؟ هذا طبعا شيء غير صحيح. المفروض أنه لين نهاية المسابقة أو بعد ما تنتهي المسابقة المحكمين ما حد يعرفون منهم. طيب، وكبير المحكمين يقدم جدول أعمال الاجتماع وقائمة المتسابقين بالترتيب تحدث للمحكمين، وقد ويعطيهم بعد اللي هو كتاب قواعد مسابقات الخطب. هذا الكتيب سنويا يتجدد، فدائما احرصوا على ان الكتاب يكون للسنة الحالية، اللي هو مثل ما شفته عرضت المدربة في الورش السابقة، اللي هو يحتوي على صورة بطلة العالم للسنة اللي راحت، والفورمات أو الاستمارات تكون المحدثة لآخر سنة. إذا دورتوا في الموقع بتلاقون طبعاً النسخ السابقة للسنوات السابقة، فلا يختلط عليكم الموضوع، لا يلتبس الموضوع، في أكثر من نسخة، اختاروا النسخة الحالية اللي هي سنة 2000 كتاب قوانين المسابقات لسنة 2022-2023. توفير دليل المحكمين والتصويت، تعطيهم للمحكمين، تشجيع المحكمين على مراجعة دليل المحكمين والتصويت. طيب، من النصائح اللي تعطيها للمحكمين قبل لا تبتدي المسابقة أن تتجنب استخدام بطاقات التصويت أثناء إلقاء الخطاب، يعني ما يصير المتحدث قاعد يلقي الخطاب قدام الجمهور والمحكم للحين قاعد يحسب مثلا الأرقام 15 هني و7 هني وذي، وما قاعد يطالع المتسابق اللي قاعد يلقي الخطاب قدامه، فهاي الملء الاستمارة يكون في دقيقة الصمت بين كل متسابق. لما يتكلم يبتدي المتسابق يعطي العرض ماله، الحكم لازم يركز ويحط باله مع المتسابق. نقطة ثانية، المحكمين لا علاقة لهم بالوقت، تخطى الوقت ما تخطى الوقت، كان أقل مؤهل غير مؤهل، هذه الأمور كلها ما ينظر لها المحكم. وكبير المحكمين يذكر المحكمين بهالموضوع، إن لما تقومون بعملية تحكيم لا تنظروا للوقت. ونقطة ثالثة بعد غطتها المدربة في الورشة اللي راحت، اللي هو توصية المحكمين بكسر التعادل الخاص بترتيب الفائزين لديهم،
يعني ما تسلم الحكم ما يسلم الورقة أو الاستمارة مالته وفيها مركزين متعادلين، هذه راح تعتبر له راح يلغيها مثلا كبير المحكمين الأول والثاني والثالث بالترتيب، هذه الورقة اللي لازم تسلم إلى كبير المحكمين وزائد تكون اللي هو موقعة ومكتوب فيها الاسم، غير ذلك راح تنلغى التصويت. طيب بعدين عندنا تذكير المحكمين بالتوقيع وكتابة أسمائهم أسفل النموذج، تذكير المحكمين بتمزيق الجزء التصويت فقط من نموذج المحكمة وتسليم عدد الأصوات للحفاظ على سرية المحكم الفصل. المطلعين على الموضوع المحكم الفصل طبعا هو شخص له استمارة خاصة فيه ويكون مجهول، فقط معلوم لكبير المحكمين، فقط كبير المحكمين اللي هو يعرفه ويستخدم التصويت ماله لكسر التعادل. طيب وبعدين كبير المحكمين يشرح للحكم الفصل، توفير الدليل للحكم الفصل، تذكير بالتوقيع وكتابة الاسم أسفل النموذج، تذكير بتمزيق جزء التصويت فقط من نموذج الحكم، التذكير بوضع علامة على جميع المنافسين وتسليم بطاقة التصويت إلى رئيس المحكمين. الحكم الفصل يختلف عن المحكمين المصوتين أنه هو لازم يملي جميع الأسامي بالترتيب، عندنا 5 متسابقين لازم يكتب ترتيب للخمس متسابقين، عندنا 10 متسابقين لازم يكتب ترتيب للعشر متسابقين، باقي المحكمين يكتبون الأول والثاني والثالث فقط، أول والثاني والثالث. الحكم الفصل لازم يذكر جميع المتسابقين بالترتيب بحسب التصويت اللي طلع عنده. تذكير المحكم الفصل بعدم كشف هويته والحفاظ على سريته، الحكم الفصل ما حد يعرفه غير كبير المحكمين. وبعدين لازم تشرح المهام لمؤقت المسابقة مثل النموذج الموجود قدامكم، وتتأكد من أن إشارة التوقيت مناسبة وتعمل بشكل صحيح، وتتأكد من أن الساعة موجودة عند المؤقت وعارف أنه كيف يستعملها عشان ما تضيع مثلا ثواني في التشغيل أو شيء، وتوفير البطاقات ملونة إذا في ديفايس طبعا إشارة توقيت، ولازم يكون فيه اللي هو إشارات ملونة إذا الجهاز ما اشتغل أو إشارة التوقيت ما اشتغلت، وزائد اللي هو توفير النموذج ومراجعة التايمينج أو قواعد التوقيت لك المسابقة، هاي مع المؤقتين. تأكيد على دقيقة الصمت، دقيقة الصمت ليش ضرورية؟ عشان الحكام يقدرون يحسبون الأرقام اللي عندهم. توضيح كيفية ملء النماذج، هاي بالنسبة للمؤقتين. تعليمات حول موعد بدء توقيت خطبة المتسابق، استخدام ورقة منفصلة لكل مسابقة، التعليمات حول بدء موعد بدء توقيت الخطبة طبعا معروف أنه جيتي أم محمد الصوت فعند أول اللي هو تواصل لفظي أو غير لفظي بين المتسابق والجمهور، أهني يبتدي التوقيت. فبعض المتسابقين ممكن يبتدون بتواصل غير لفظي، فالكبير المحكمين يأكد على الميقاتي إن المؤقت أن الوقت يبتدي عند هذه النقطة، أول تواصل لفظي أو غير لفظي. طيب
أوكي، هاي بعد تعليمات إضافية للمؤقت اللي هو يضع دائرة حول متسابق خذ وقت أقل أو أكثر من المسموح على ورقة المؤقت. أنت يجب تسليم المؤقت توقيع على سجل الوقت وتسليمه إلى رئيس المحكمين فقط، مو عدادين الأصوات. تذكر المؤقتين بالحفاظ على سرية السجلات، ويتلقى الخطيب الهدف اعتبارات التوقيت القياسية من 5 إلى 7 دقائق. بالنسبة حق عدادين الأصوات، مثل ما تشوفون هاي الاستمارة اللي قدامكم، هم اللي يحسبون النتائج. الحد الأدنى هو 2 عدادين أصوات مطلوبة للمسابقة، و3 لمسابقات القطاع، وتوفير ورقة الفرز للأصوات الخاصة بالعداد وشرح قواعد العد. يجب على عدادي الأصوات جمع بطاقات التصويت من المحكمين عندما يعلن الرئيس المسابقة عن القيام بذلك، اللي هو بعد ما يخلص آخر متسابق ويخلص الوقت المتاح له. في العادة افتراضيا يكون 2 دقيقة، وهو لما يخلصون المحكمين اللي هو من فرز الأصوات أو جمع الأصوات، ثم يسلمونها للعدادين الأصوات. ينتقل بعدها رئيس المحكمين وعدادي الأصوات إلى غرفة منفصلة للعد، وينبغي أن يشرف رئيس المحكمين على عملية العد. يسجل عدادي الأصوات بشكل مستقل اسم المحكم والمتسابق في ورقة النتائج، تضع علامة على الدرجة المناسبة مقابل كل اسم. إذا حصل مثلا المتسابق في ABC حصل مركز الأول عند الحكم الفلاني يحصل 3 نقاط، حصل المركز الثاني عند الحكم الفلاني تنضاف لها نقطتين، حصل المركز الثالث عند الحكم الفلاني تنضاف له نقطة واحدة، رد حصل المركز الأول 3 نقاط إضافية، وكذلك لما تخلص جميع الحكام. وبالتالي مجموع النقاط هو اللي راح يحدد الترتيب للنهائي للمراكز الأول والثاني والثالث. يقوم عدادي هني في نقطة طبعا جدير بالذكر، أن عدادي الأصوات بشكل مستقل اسم المحكم والمتسابق في ورقة النتائج، يعني كل واحد يشيك على شغل الثاني، يعني هم 2 أو 3، فكل واحد يشيك على، يعني مثلا حصل 3 الثاني مثلا يأكد يحصل 3، فتنضاف له 3 نقاط، ويشرف عليهم اللي هو رئيس المحكمين. يقوم عدادي الأصوات بإحصاء النتيجة النهائية ومقارنة النتائج، نتائجهم اثنينهم يعني، وتسليم الأوراق إلى رئيس المحكمين. تذكير عدادي الأصوات بحفاظ على السرية، بمجرد جدولة النتائج والتحقق منها يقوم رئيس المحكمين بملء نموذج إشعار الفائز في مسابقة ونموذج النتائج. أي طبعا نماذج موجودة في الموقع التاسماستر، أتوقع 1173 أو 75576 موجودة. طيب في حالة تعادل عداد الأصوات، قعدوا حسبوا الأصوات وطلع فيه تعادل زين بين الأصوات، هني الحكم الفصل اللي ورقته عند الكبير المحكمين يرجعون لها عشان يشوفون من الفائز. عرفتوا؟ في حالة إنه ما في تعادل، ورقة الحكم الفصل ما راح يرجع لها. في حالة وجود تعادل، ورقة الحكم الفصل راح يرجع لها. تشوفون هني طبعا أسماء المتسابقين، الأول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس السابع الثامن التاسع، يعني كلهم ترتيب جميع المتسابقين لازم يكون مذكور في ورقة الحكم الفصل. يروح كبير المحكمين يرجع لهذه الورقة بحضور عدادين الأصوات زين، وهي اللي هو هويته مجهولة ولا يعرفها إلا رئيس المحكمين. تم جمع تصويت الحكم الفصل من قبل رئيس المحكمين، الورقة بتكون عند
كرئيس المحكمين. يجب على المحكم الفصل حفظ على سرية التصويت لأن ما حد يعرف يسمونه. فمثل ما قلنا لن يشير رئيس المحكمين إلى تصويت المحكم الفصل إلا في حالة التعادل. إذا في تعادل يستخدم الحكم الفصل تصويت ماله، ما في تعادل ما يرجع لها، خلاص النتائج نهائية تعتبر. يحصل المتسابق المتعادل الذي حصل على أعلى تصنيف في الحكم الفصل على المكان المتنازع عليه، وسيتم التصنيف أي متسابقين آخرين مرتبطين بالترتيب خلف هذا المتسابق. يعني خلنا نقول عندنا متسابق A و B، هذيلا متعادلين في عدادين الأصوات. نرجع هني الحكم الفصل شو يقول؟ الحكم الفصل قال لك متسابق B في المركز الثالث ومتسابق A في المركز السادس، فإذا B بيكون هو المركز الأعلى ويليه اللي هو المتسابق A راح يليه في الترتيب. خلينا نشوف سيناريو هنا مثال على كسر التعادل. تصنيف الحكم الفصل موجود عندنا، يقول لك في خمس متسابقين، الأول منهم اسمه جون، الثاني براد، الثالث سوزان، الرابع كريغ، والخامس كارول. هذا تصنيف الحكم الفصل. سيناريو واحد، ترتيب عدادي الأصوات. المركز الأول كارول وسوزان متعادلين، بعدهم براد، بعدهم جون. شو يصير الترتيب؟ نشوف كارول وين هني، إنزين، وسوزان وين. فإذا الترتيب النهائي اللي هو سوزان بتكون أول، يليها كارول المركز الثاني، يليهم براد، وجون بيطلع لأنه طلع في المركز الرابع فلن يكون له ترتيب. سيناريو الثاني، ترتيب عدادي الأصوات. كارول، غريغ وبراد متعادلين وسوزان. فأني هني كارول الأول طبعاً، كريغ وبراد بنشوف ترتيبهم شلون. كريغ الرابع وبراد الثاني، فإذا براد راح يكون المركز الثاني يليه كريغ، وسوزان راح تطلع من الترتيب. هاي طبعا مثال يعني سهل مثل ما نقول. طيب أني حد إقصاء المتسابقين، إقصاء المتسابقين على أي أساس ممكن الكبير المحكمين يقصي المتسابقين؟ أنزين، غائب عن في وقت إعلان عن المتسابقين من قبل رئيس المسابقة. رئيس المسابقة لما يعلن الأسامي، إذا المتسابق غير موجود ما حضر، فإذا يعتبر غير متأهل وما راح يدخل في المسابقة. يصير له عدم تأهيل نتيجة احتجاز بسبب الأهلية أو الأصالة أو عدم التقيد بوقت الخطبة. فهذه الثلاثة، هاي طبعا عند الميقاتي، نتيجة بعد ما تطلع الحكم ما يدخلون في هذا الموضوع، فقط كبير المحكمين اللي هو ينظر إلى تقرير الميقاتي وتشوف إنه مؤهل ولا غير مؤهل. نتيجة الاحتجاج بسبب الأهلية أو الأصالة، طبعاً في إجراءات في هذا الموضوع. في حالة الأهلية ممكن رئيس المسابقة يقصي المتسابق، في حالة الأصالة في إجراءات لازم يتبعها اللي هو رئيس كبير المحكمين، وتتضمن اللي هو أن المتسابق يكون له فرصة أنه يتكلم مع لجنة التحكيم. طيب، أو في عندنا اللي هو السبب الثالث اللي هو الإشارة إلى متسابق أو خطبة متسابق آخر خلال المسابقة، المفروض تكون مضافة هنا. طيب، الاحتجاجات، احتجاجات على الأصالة، تقتصر الاحتجاجات على الأهلية والأصالة والإشارة إلى خطاب متسابق آخر في نفس المسابقة. هاي بس ثلاثة أسباب اللي هم ممكن ناخذ عليهم احتجاجات، يجب أن يتم تقديمها فقط من المحكمين أو المتسابقين، فقط هذيل الأشخاص اللي من حقهم أنهم يرفعون الاحتجاجات.
تقدم أي احتجاجات إلى رئيس المحكمين أو رئيس المسابقة قبل نهاية المسابقة، مو بعد نهاية المسابقة يسمونه، ولكن في حالة الاحتجاج. الاحتجاج طبعاً اللي هو على الأصالة، الأصالة والإشارة إلى خطاب متسابق آخر، ادعوا جميع المحكمين إلى غرفة العزل جنباً إلى جنب مع المتسابق المتضرر اللي هو راح مثلاً ينظر إلى إقصائه، على أساس أنه يقدر يشرح أو يتكلم وجهة نظره في هذا الموضوع. يمنح المتسابق فرصة الرد على المحكمين. يجب أن يوافق أغلبية المحكمين المصوتين على قرار الإقصاء على أساس الأصالة أو الإشارة إلى خطاب متسابق آخر، ويكون قرار المحكمين نهائياً. يمكن لرئيس المسابقة إقصاء المتسابق على أساس الأهلية. تمام. بعد المسابقة طبعاً اللي هو إشعار الفائزين ونموذج النتائج مثل ما تشوفونهم. كبير المحكمين، رئيس المحكمين لازم يمليهم وعلى أساس يقدرون يعلنون النتائج، وثم إتلاف جميع بطائق التصويت والسجلات التوقيت وأوراق الإحصاء. يتم إشعار الفائزين إلى رئيس المسابقة من المستوى التالي، يعني إذا أنت على نادي لازم تعطي هاي النموذج للمنطقة، وإذا من المنطقة للقطاع رئيس مسابقة القطاع، وإلى ذلك. طبعا لازم تشكر جميع المحكمين على خدمتهم، لأن محكمين ياو عطوا من وقتهم بس ما حد يعرف منهم، أو المفروض ما حد يعرف منهما، فلازم تشكرهم ومكشور إنه إذا في شهادات أو شيء توصل لهم. التحديات النمطية اللي هو كسر دقيقة الصمت، مقابلات المتسابقين اللي هو المقابلات الإعدادية، توقيت الغير مناسب، الوصول إلى غرفة العزل أثناء مسابقة التقويم، خطب الارتجالية، لأن مسؤولية الكبير المحكمين أن ينظر في أن الجميع معزول وما في تواصل، إعلان نتيجة غير صحيحة، هني بعد لازم كبير المحكمين يتصرف بسرعة، ملاحظات تحضيرية خلال مسابقة التقويم، هاي تعرفون طبعا الورقة اللي يكتبون عليها المتسابقين تقييمهم، وثم تعزل ويروحون إلى غرفة العزل ورجعون. الخطيب الهدف خلال مسابقة التقويم، والله الخطاب ماله كان قصير كان طويل كان، هذه الشغلات كلها لازم كبير المحكمين يعني ينتبه لها. الضوضاء أو غيرها من مشتتات الانتباه، أوراق مكتملة بشكل غير صحيح، فالحالة طبعا كبير المحكمين ما بيده إلا أنه يتلف التصويت. الإعلان على الفائزين بترتيب خاطئ، ومثل ما قلنا هني لازم تصرف بسرعة كبير المحكمين. الموارد الموجودة طبعاً الكونتست رول بوك موجود بالنسخة العربية، تأكدوا من السنة، لأن في الموقع بتلاقون العديد من النسخ للسنوات السابقة، وهاي الكتاب القوانين يتعدل سنويا، في تعديلات جديدة بتشوفونها موجودة للمتابعين، فتأكدوا أن أنتوا قاعدين تستخدمون النسخة الحالية البلد. International Speech Contest Ballot، هاي طبعا كلها الاستمارات الموجودة يحتاجها الكبير المحكمين، يحتاج يوزعها على المحكمين. والحين السؤال، هل تعتقد أنك مؤهل أنك تكون رئيس محكمين في مسابقة الخطابة؟ إن شاء الله يعني بعد ما حضرتوا هالورشة تكونون مطلعين على دور رئيس المحكمين ودور كبير المحكمين، وإن شاء الله يعني كلكم قدها وتقدرون تخدمون وتساعدون في نجاح المسابقات لهذا السنة. الورشة طبعاً كذي أتوقع أنها خلصت، إذا في أي سؤال أو استفسار إن شاء الله راح نقدر نجاوب عليه. وعودة لك عريف المسابقة، عريف الفعالين.
يعطيك العافية، شكراً على إثراءنا بهذه المعلومات. وتبدأ المسابقة النموذجية الساعة 12 بإذن الله. هل في أسئلة شيء ممكن نأخذها نجاوب عليها؟ دي تي أم محمد عبدي. بالنسبة للأسئلة؟ نعم، تفضلي حبيبتي، تفضلي فوزي. بالنسبة للأسئلة راح نستقبل الأسئلة كلها بعد انتهاء المسابقة. خلاص، إن شاء الله. فاللي عنده سؤال يحط لنا بالبوكس ونشوفه ونجاوب عليه بإذن الله بعدين. سواء من الورشة الأولى أو الورشة الثانية. دي تي أم محمد، ممكن توقف الشير سكرين لو سمحت؟ شكراً. بالنسبة للمتسابقين اللي حاب يجرب الكاميرا الصوت يتفضل قبل بداية المسابقة. طبعاً أنا حابة أشكر توست ماستر فوزية العايض، حبيبتي أبدعتي جداً يا عمري، وتألقتي وتفوقتي على كل التوقعات. رائعة 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 رائعة، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله عليك حبيبتي، الله يحفظك يا رب. بالنسبة للمتسابقين وعرفاء المسابقات، إذا حابين تجربون الكاميرا والصوت باقي عندنا دقيقتين على انطلاق المسابقة النموذجية. توست ماستر حور، هل أنت موجودة؟ أنا أود أن أجرب. نعم تفضل. طيب أنا صوت كويس والكاميرا عندي كويسة؟ تمام؟ نعم تمام، بس الخلفية شيلي يا حبيبتي، شيل الخلفية، الخلفية الباك جراوند. أوكي أوكي. نعم، معانا المتسابقين دي تي ام عذاري وتوست ماستر. لا للأسف دي تي ام يوسف ما راح يكون في بريك لأن الوقت بصراحة أخذنا، بس حابة أعرف إذا المتسابقين موجودين كلهم العرفاء. توست ماستر حسام، توست ماستر حور، توست ماستر حور أنت موجودة؟ السلام عليكم، يعطيك العافية توست ماستر أدنى. عليكم السلام. توست ماستر حور، عريف المسابقة دي تي ام اتسمطر عبد الرحمن جناح موجود، المتسابقين موجودين عذاري ونجر المؤقتين موجودين، كبير المحكمين طبعا متواجد من الورشة اللي فاتت، عريف مسابقة الخطب العربية متواجدة اتسمطر منى و مش بترد، يمكن لسه مش منتبه على الحد اللي ينادي عليها ولا حاجة. أنا موجودة. متسابقين الخطب الارتجالية، أنا موجودة، أنا سمعت الصوت أهم شوية صح تمام كده. متسابقين الخطب الارتجالية إبراهيم تواصل معنا بيصلي ويجي، عريف الخطب الارتجالية تتمثل أسماء أحمد متواجدة عندنا. السلام عليكم. فاطمة زينب موجودة؟ تمام، تسمعكم فاطمة. وعد بجيب أصوات، تسمعكم هدى العنيدي وتسمعكم زينب. مبكر. من سيكون مؤقت بعد ذلكم؟ مستر عائشة. اي معك ان شاء الله جاهزين باذن الله. دي تي ام دارين موجودة؟ تمام. توست ماستر دي تي ام يوسف الشيخ في ان شاء الله في كل عريف مسابقة في ضمن القوانين او السكريبت اللي هيتقال الوقت الخاص بالمشاركه في الخطب الارتجاليه
وان شاء الله عريف مسابقه الخطب العربيه ايضا راح يحدد الوقت الخاص بكل مشاركه ان شاء الله. كل التوفيق وممكن نبدا على بركه الله اذا توست ماستر حور جاهز. السلام عليكم. عفوا على التاخير. هنبدا حالا. السلام عليكم. هنبدا حالا المسابقه حالا. توست ماستر اسماء. نعم حبيبي. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم اتجمعنا للمسابقة التجريبية النموذجية للقطاع إيه، ونتشرف اليوم بالجمع الجميل من القادة والأعضاء ورؤساء القطاعات والأقسام وقادتنا الجمال. اليوم نحب نترك أثر ونرحب بجميع الحضور. يشرفني أكون معاكم اليوم بدور أمين المراسم للمسابقة. أنا اسمي حور قاروسة من مصر، وأتمنى أن اليوم يكون مليء بالنشاط والقوة والمنافسة. رسالة القطاع ننشئ أندية جديدة وندعم جميع الأندية في تحقيق التميز. ورسالة النوادي نقدم تجربة تعليمية إيجابية محفزة وداعمة لتطوير مهارات التواصل والقيادة لجميع الأعضاء، مما يؤدي إلى رفع درجة الثقة بالنفس والنمو على المستوى الشخصي. لعقد مسابقة ناجحة أحب أن أنا أوضح حاجة شخصية شوية قبل ما ندخل في قوانين المسابقة. العمل الفردي والعمل الجماعي، كلنا بنحب أن احنا نكون متميزين على الجانب الفردي، لكن مفيش حاجة هتتم غير بالعمل الجماعي، لأن ترك الأثر هو رسالة شخصية لكل عضو من أعضاء توست ماستر. ذكر كذا مرة في الورشة العضو الفعال والنادي الفعال، إزاي أكون إنسان فعال وأكون عضو فعال. النهاردة إن شاء الله وأنا معاكم في المراسم هنشوف الفعالية للفرد والمجموعة. هنقول شوية قوانين للمسابقة لضمان سلامة وجودة الإجراءات أثناء المسابقة. بنرجو الجميع بالتزام بالتالي. أول حاجة، يرجى من المتسابقين التأكد من فعالية الصوت والصورة قبل البدء، وهكون معاكم في المراسم ديت لو في أي حاجة بالرجاء العودة ليا. الرجاء التزام بغلق الكاميرات وعدم تشغيلها لعدم إرباك المتسابقين والمتحدثين، غير طبعا السادة اللي بياخدوا أدوار زي المؤقت لازم يكون يعني مشغل مش الكاميرا بقى اللوحة بتاعه. الرجاء من المتسابقين التأكد من كتابة أسمائهم والمسابقة للتنظيم والمسابقة اللي داخل فيها مطبوعة بدوره في المسابقة. وضع الصوت على الصامت دائما وتفعيله عند المشاركة فقط، وهيساعدنا في كده برضو مدراء الزوم. عدم فتح لقة الصوت من الجمهور أثناء المسابقة. الرجاء التأكد من الأجهزة الإلكترونية المستخدمة سواء الهاتف أو الكمبيوتر المحمول مشحونة، وإن لديكم شبكة إنترنت قوية وثابتة. يمنع التحدث عن الدين والسياسة والأمور الغير أخلاقية. رجاء عدم استعمال خاصية الدردشة الموجودة في البرنامج خلال المسابقة، وسوف يتم استخدامها للتواصل مع منسق البرنامج في حالة حدوث خلل أو مشكلة تقنية. رجاء التواصل مع منسق برنامج الزوم خلال حدوث أي مشكلة تقنية باستخدام خاصية الدردشة. يمنع التقاط الصور للمتسابقين خلال وقت المسابقة، وسوف يكون هناك وقت مخصص لصورة جماعية بعد الانتهاء من المسابقة. يرجى الانتباه بأن المسابقة مسجلة ولن يتم مشاركتها مع أحد احتراما لخصوصية المتسابقين والمشاركين. ومن يريد تسجيل مسابقته عليه أن يوضح ذلك قبل البدء بتقديم دوره في المسابقة. نطلب منكم الاسترخاء والاستمتاع معنا بما سوف يقدمه المتسابقون. والآن أسلم المنصة لرئيس المسابقة توست ماستر حسام رياض. توست ماستر حسام رياض مش عارفة أعرفك إزاي أكتر من الأخ وكمان البطل. بطل ديتاك مسابقة التقويم لعام 2018 رئيس الشؤون التعليمية لديتاك 2020، سفير ديتاك 2021 عن دولة الكويت،
رئيس شؤون الأندية العربية السابق بقطاع 20، مدير منطقة 18 الأسبق. على الجانب الإنساني فعلا أخ وصديق، ولا يتسنى أن يقدم جميع يعني ما يستطيع من عطاء وقوة، وبيعلمنا الصبر والمثابرة وراء أحلامنا. على الجانب المهني حصل على ماجستير بالكيمياء ومعلم بوزارة التربية، مدرب معتمد من البورد الأمريكي، عضو طبعا بتوست ماستر 2014. ما شاء الله يعني تقلب جميع الأدوار داخل النوادي وخارجها. والمنصة ليك توست ماستر حسام رياض رئيس المسابقة. أنا اليوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل الصوت واضح؟ تمام. يعطيكم الصحة والعافية حضورنا الكريم فردا ولكل من اهتم وكان موجود النهاردة علشان يحضر النوع ده من التدريبات واللقاءات. ثلاثة القطاع المتميزين دي تي ام خالد عبد الله مدير القطاع الجميل الأخ والعزيز، دي تي ام من العقاب مدير جودة البرامج الأكثر من أخت ودايما معانا في كل الأمور، طبعا حبيبنا اللي لسه زيرنا في الكويت وكنا معاه دي تي ام إن شاء الله ياسر الجحشار، يعطيكم الصحة والعافية. والتدريب طبعا تحت مظلة القسم إي، وشكرا جدا جدا لتوست ماستر ماديا مرينجس إذا هي مش لسه متواجدة معانا، ومنسق التدريب توست ماستر أسماء العنزي، يعطيكم العافية وشكرا جدا جدا لتواجدكم. أهمية التدريبات اللي من النوعية دي إن التدريبات أصلا بتبقى بتدخل الفرد أو العضو توست ماستر. أنت داخل على مسابقات، فأنت أول حاجة كمتسابق لازم تعرف الإجراءات التي سوف تجرى داخل المسابقة علشان تبقى أنت متواجد داخل المسابقة فاهم وعارف الأحداث اللي بتدور حواليك، من تنظيم، من عرافة، من تحكيم، من إلى آخره. وما شاء الله دي تي ام سحر ودي تي ام عبدين وضحوا حاجات كثيرة جدا. ثاني نقطة الأدوار المساندة أو الأدوار اللي موجودة داخل المسابقة، احنا ممكن يتعرض عليك دور معين في داخل المسابقة، يبقى انت الدور ده انت اوريدي شفته عمليا زي النهاردة، ابتديت تعرف الإجراءات المستخدمة، خدت فكرة عامة عن هذا الدور. في ناس كتير اول مرة ما تاخد الدور بيبقى خايف، انا ما شفتش الدور ده قبل كده او ما خدتوش قبل كده، ولكن ان شاء الله مع اليوم ومع المدربين والمتحدثين والمتسابقين كل ده طبعا ان شاء الله ما جاهز على شانكم مقدم اليوم بإذن الله، وكل التوفيق عشان ما أخذ وقتكم. كل التوفيق جدا جدا في المسابقة. طبعا عريف المسابقة الرائع الجميل اللي إن شاء الله هيكون معانا النهاردة، زي ما كانت أمينة المراسم الرائعة في الافتتاحية القوية ليها توست ماستر حور، نعرف بعريف المسابقة. هو توست ماستر عبد الرحمن خالد الجناحي، هو مدير منطقة واحد في ديفيجن أو قسم سي، هو مدرب ومؤسس مؤسسة Tri-Secret for Education and Training إذا أنا نطقتها صح، رئيس ملتقى الأندية العربية البحرينية عام 2018. إن شاء الله هيكون حاضر معنا اليوم، وأخ وعزيز واشتغلنا مع بعض كتير جدا. رحبوا معنا بالعريف المسابقة العريف العام للمسابقة توست ماستر المتميز عبد الرحمن الجناحي، فليتفضل لقطة الصوت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشكور توست ماستر حسام، أرحب فيكم جميعا في تدريبنا لهذا اليوم، وإن شاء الله الكل يستفيد والكل يتعلم والكل يستمتع معنا. طبعا بلا شك التدريب جدا مهم للمتسابقين، وأنا شخصياً يوم اشتركت في مسابقة الديتاك في الكويت، يوم وقفت على المسرح كنت أتذكر كل الملاحظات اللي سمعتها في التدريب، كنت أتجنب كل الأمور اللي كانت تنقال في التدريب، ويوم حصلت على أحد المراكز الأولى تذكرت كل الورشات كل التعليمات، في نفس الوقت تذكرت كل الأمور التدريبية. فهذه نصيحة مني لكم، أن حاولوا أن أنتم تستفيدون من كل المتسابقين، من كل المتدربين، وفي نفس الوقت أنتم إن شاء الله بتحصلون على أعلى النتائج.
طبعا ما اكرر شكري حق ثلاثي القطاع اللي هو دي تي ام خالد عبد الله رئيس القطاع، دي تي ام منى عقاب، وفي نفس الوقت دي تي ام ياسر القشار. خلونا نرحب برئيسة الخطب او رئيسة مسابقة الخطب العربية توست ماستر منى زيتون. هي طبيبة بيطرية واخصائي نفسي ومدرب معتمد، وهي ايضا نائب الرئيس للشؤون التعليمية وسكرتير نادي توست ماستر الإسكندرية. مرحبا بك توست ماستر منى واليك المنصة. شكرا لك توست ماستر عبد الرحمن. العريف العام توست ماستر عبد الرحمن الجناحي، المحكمون الموقرون، اعضاء التوست ماسترز والضيوف الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل بداية المسابقة نذكركم أنه تم قراءة القوانين على أصحاب الأدوار والمتسابقين في مسابقة الخطب العربية، وتم عمل قرعة بأسماء المتسابقين وجاء ترتيبهم على النحو الآتي: المتسابق رقم 1 أزاري الكندري، والمتسابق رقم 2 هاجر عبد الهادي. لأغراض هذه المسابقة النموذجية تتراوح مدة الخطبة بين 3-5 دقائق. يرجى من المؤقت رفع البطاقات على النحو الآتي: في الدقيقة الثالثة البطاقة الخضراء، في الدقيقة الرابعة البطاقة الصفراء، في الدقيقة الخامسة البطاقة الحمراء. السيد رئيس المحكمين دي تي ام محمد عبدين، هل نبدأ المسابقة؟ رئيس المسابقة أو عريف المسابقة، السلام عليكم. بس قبل لا نبتدي إذا ممكن نشارك مع كل الحضور استمارات التحكيم على أساس يقدرون اللي حاب يشارك أو يستفيد من براكتس إنه يشارك باللغة العربية ممكن ويشارك على الشات. السيد أمين المراسم، أرجو تجهيز المتسابق الأول عزاري الكندري. لا لحظة، ما ابتدينا للحين أستاذ منى رئيس المسابقة. دي تي أم محمد، ممكن مشاركتها عن طريق الشات إذا عندك بطاقات التصويت أو أشاركها؟ أحاول بس ممكن نشارك منها أستاذ أسماء. بالضبط. تبدأ المسابقة، أنا راح أشاركها إن شاء الله، راح أشاركها بالتشات. طيب بنشاركها إن شاء الله مع الحضور. رئيس المسابقة، عارف المسابقة، ممكن تبتدين. شكراً. السيد أمين المراسم، أرجو تجهيز المتسابق الأول. السلام عليكم. ده مكان المكان اللي هتتبعيه؟ نعم. تمام. ممكن ترددي ورايا الجمله دي: اترك اثرا جميلا في قلوب الاخرين. اترك اثرا جميلا في قلوب الاخرين. هل صوتي واضح؟ تمام، مظبوط. عوده لك يا امين عريف المسابقه. والآن مع المتسابق الأول عزاري الكندري بخطبة بعنوان حمية التركيز. حمية التركيز عزاري الكندري.
أسرع الطرق لخسارة الوزن، الحمية الصاروخية، كيتو، أتكنز، حمية السعرات الحرارية، الصيام المتقطع. ماذا عني؟ من أين أتى هذا الصوت يا ترى؟ إنه من رأسي. هل هو فعلاً صوت رأسي؟ نعم، أنت دائماً تهتمين بهذا الجسد وأنا مهمل. ما هذه التفرقة؟ ألست جزءاً منك؟ الريف المسابقة، رئيس المسابقة، الضيوف الكرام، ماذا يريد عقلي يا ترى؟ هل يود أن يصبح صعلاً صغيراً كما أسعى أن يكون جسدي؟ أصلاً ضعيفاً؟ صغيري، أعتذر منك، فلست أعني أن أفرق بينك وبين جسدي، لكنني دائماً كنت أحلم أن أحمل رأساً كبيراً وعقلاً كثير التعرجات، مليئاً بالخلايا، معززاً بالنواقل العصبية، وممتلئاً بالأوعية الدموية. ومن قال لك أني أقصد حجم الرأس والأوعية والخلايا والنواقل العصبية؟ أنا أحتاج لحمية تحميني منك. أنا؟ مني أنا؟ ماذا فعلت بك أيها الجاحد؟ زودتك بأحدث المعلومات وأنفع الخبرات في مختلف المجالات، وهذا ما أعني. فأنا أعمل لأجلك 24 ساعة طوال الأسبوع. نعم نعم، لا تنظري إلي هكذا، 24 ساعة، حتى في وقت نومك عندما تلقين جسدك المتعب على هذا السرير وتغمضين عينيك، تدفعين بي للعمل في تحليل أحداث اليوم وتقييم أدائك وعلاقاتك مع الآخرين ووضع الخطط للتطوير والتحسين، وأنا أنتظر حتى شروق الشمس ليأتيني أمر التوقف ولا أتوقف. يا من ملأت ملفاتي بأبحاثك ودراساتك وأبحاث الآخرين، ألم تقرأي عن تلك الأبحاث الحديثة التي تؤكد بأن دفعي للتركيز والانتباه طوال الوقت مع هذا الوابل الكبير من المعلومات يقلل من تركيزي؟ أنت تضخين لي كمية كبيرة من المعلومات تؤثر على تطوري، ألا تعلمين ذلك؟ لذا فأنا بحاجة إلى حمية دماغية تعيد لي تركيزي. حسناً حسناً، سوف نبدأ بتقليل كمية الطعام. أعتذر أعتذر، سوف نبدأ بتقليل كمية المعلومات التي أصبحت تسبب لك الإنهاك العقلي. فنحن فعلاً نعيش في عصر الانفجار المعرفي والثراء المعلوماتي، فحالنا طوال اليوم نتنقل بين تلك الفيديوهات والرسائل النصية والبريد الإلكتروني والدورات المسجلة والمنصات التعليمية. تلك الأبواب المفتوحة والفرص المتنوعة أثرت على مستويات التركيز لدينا، فبدأت تستنزف أوقاتنا وتؤثر على جودة أداؤنا. ليست أعمالنا فقط من تأثرت، بل وأيضاً نفسياتنا، فقد يزيد التشتت من احتمالية إصابتنا بالضعف العقلي والقلق والاكتئاب، في حين نعتقد بأننا نبلي بلاءً حسناً. حمية العقل، أو ما يطلق عليها بحمية التركيز، شبيهة بالغوص في أعماق البحار بدلاً من السباحة على شواطئها، لذا لا بد من التركيز على جودة ونوعية المدخلات العقلية وليس كمياتها. كما يمكننا أن نأكل بشكل عشوائي أي طعام يوجد في ثلاجة منازلنا، يمكننا أيضاً بالمقابل أن نتحكم بما نأكل، فالقرار بأيدينا. كذلك بالنسبة للمدخلات العقلية، يمكننا أن نسمح لأي معلومة أن تدخل إلى عقولنا لتسرح وتمرح داخلها، بالمقابل يمكننا الإشراف على تلك المعلومات واختيار الأنسب بالنسبة لنا، فالقرار ما زال بين أيدينا. فماذا سنختار يا ترى؟
مدخلاتنا العقلية بذور لحياتنا نزرعها داخل عقولنا، فإما أن نحصد ثماراً وإما أن نحصد آلاماً، والقرار ما زال بأيدينا. إليك المنصة الريف المسابقة. شكراً لك توست ماستر عزاري. والآن دقيقة صمت كي يتمكن المحكمون من تسجيل علاماتهم. وعودة مع المتسابق الثاني. السيد أمين المراسم، أرجو تجهيز المتسابق الثاني هاجر عبد الهادي. أمين المراسم لديه مشكلة تقنية، سأجهز أنا المتسابق الثاني توست ماستر هاجر عبد الهادي. هل الصوت والصورة واضحة لديك؟ واضحين، أنا صوت والصورة واضحين؟ نعم حبيبتي واضحين. تمام. إليك توست ماستر منى زيتون عريف الخطب العربية. شكرا. والآن مع هاجر عبد الهادي وخطبة بعنوان لعنة الاستنساخ. لعنة الاستنساخ هاجر عبد الهادي. انتوا شايفين اللعنة معايا ولا مش شايفينها؟ اللعنة مش محتاجة تتشاف، عشان اللعنة موجودة هنا وموجودة هنا وموجودة هنا. اللعنة اللي صابت كل الناس، كل البشر تقريبا، كل الناس بقى عندها لعنة رهيبة اسمها لعنة الاستنساخ. عمالين نستنسخ حاجات من بعض واحنا مش فاهمين احنا ماشيين ازاي، عمالين نشوف حاجات ونقلدها واحنا مش فاهمين احنا بنقلد ايه ولا بنعمل ايه. بدأنا نعيش في لعنة كبيرة قوي هي لعنة الاستنساخ. اصل الموضوع بدأ من زمان قوي. عارفين ايه اللي نور اصلا معايا الموضوع؟ عم محمد البقال. عم محمد البقال أول ما فتح محل البقالة في الشارع بتاعنا كان المحل ماشي تمام قوي. المحل اتشهر وكبر ووسع، والبضاعة بعد ما بقت قد كده بقت قد كده. أصل الحي كله بقى يشتري من عم محمد البقال. هل المحلات المجاورة تسكت؟ إزاي؟ طبعاً ما سكتوش. بدأوا كل المحلات المجاورة تقلب النشاط بتاعها. اللي كان سنترال بقى بقال، واللي كان بتاع أحذية بقى بقال، واللي كان بيبيع ملابس بقى بقال. أصلا هم شايفين أن البقالة بتكسب، بس ما يعرفوش أن البقال ده عنده خبرة، عنده نجاحات، عنده معرفة معينة علشان يكبر مشروع. فبقينا عايشين في لعنة الاستنساخ. أصلا وقتها وقفت في البلكونة قعدت أفكر، هل هو فعلاً أي حد بيعمل حاجة بتنجح يقدر أي حد تاني ينجح فيها؟ لا. وهنا تحررت، بدأت أفكر، هو أنا مين؟ هو أنا هاجر اللي أنا عايزة أكونها؟ ولا أنا هاجر اللي ماما عايزها تكون؟ ولا أنا هاجر اللي بابا عايزها تكون؟ ولا أنا هاجر اللي كل ما بتشوف حد ناجح بتجري تقلده من غير ما تفكر؟ هو نجح إزاي؟ طب هو متميز في إيه؟ وأنا أقدر أنجح في إيه؟ لعنة الاستنساخ اللي أصابت الجميع. وفي ثانية قلت لأ، أنا لازم أكون أنا. أصل لعنة الاستنساخ دي أنا مش هسيبها تأثر عليا، مع إنها لعنة. اللعنة بيبقى صعب قوي التخلص منها، لكن أنا قوية وقدها. بدأت أفكر وأشوف أنا المفروض أعمل إيه علشان أتحرر من لعنة الاستنساخ. أركز على قدراتي؟ أنا عندي قدرات حلوة جداً ومختلفة، ليه ما طورهاش؟ طب أركز على مهاراتي؟ أنا عندي مهارات حلوة جداً ومختلفة، ليه ما طورهاش؟ وفجأة اكتشفت إن أنا تخلصت من لعنة الاستنساخ،
وبدأت أكون هادية وأحسن وأكثر تعلم وإقبال على الحياة. أنا هو أنا من غير ما بقلد أي حد. بعدين أنت رايح فين يا ياسر؟ مامي عندي تمرين. تمرين إيه؟ لازم تقعد تذاكر، لازم تبقى زي ابن عمك وتطلع من الأوائل. اتفضل اقعد ذاكر وكسر التمرين النهاردة. مامي من فضلك أنا محتاجة أروح التمرين، أنا مش قادر أقعد في البيت، عايزة أتمرن، أنا مستواي بيقل جدا في التمرين. ما ينفعش مستواك يقل في التمرين ولا حتى يقل في الدراسة، اعمل الموازنة اللي أنت عايزها بس لازم تطلع الأول زي ابن عمك. وفجأة اكتشفت إن لعنة الاستنساخ لسه موجودة. أصل المشكلة مش في الاستنساخ، المشكلة هنا في البشر اللي طول الوقت قاعدين عايزين يخلوا كل حاجة شبه كل حاجة. طب ما ممكن جدا ياسر تكون قدراته رياضية وابن عمه قدراته علمية، ليه يكونوا نسخة من بعض؟ ليه علشان ده الأول فلازم ده يكون الأول؟ ممكن جدا يكون ده قدراته فنية، ممكن جدا يكون ده قدراته تمثيلية، ممكن جدا يكون ده ما عندوش أصلا قدرات في أي حاجة خالص خاصة بأي حاجة غير العلم والتركيز على الدراسة. الفكرة كلها هو إحنا محتاجين نركز على إيه؟ محتاجين نركز على القدرات ولا محتاجين نركز على التقليد والتشابه والشكل العام الخارجي للناس؟ لعنة الاستنساخ ما بدأتش وانتهت، لعنة الاستنساخ مستمرة بتتكاثر وبتكبر على مر الزمان. تعالوا ننزل كده الجامعة ونشوف البنات، هنلاقي الاستنساخ رهيب، حاجة طلعت موضة وطلعت على النت، هوبا ترند، هوبا الطرحة دي بقت موضة وجميلة ولابسها حد مشهور، يلا نشوف كل البنات في المدرج لابسين نفس الحجاب. لعنة الاستنساخ. تفتكروا اللعنة دي امتى هنتحرر منها؟ تفتكروا اصلا اللعنة دي هتفضل ملازمانا طول الوقت ولا احنا اصلا لازم نتحرر منها؟ اللعنة ملازمانا، اللعنة موجودة، التحرر هيجي من عندك انت. أول ما تآمن إن اللي بينجح في حاجة مش لازم أنت تنجح فيها، كل حد عنده قدراته. ركز على قدراتك، ركز على مهاراتك، ركز على قدرات أولادك، ركز على كل حاجة أنتوا تقدروا تعملوها، وابعدوا تماماً عن لعنة الاستنساخ لأنها مش هتصيب غيرك أنت وبس. شكراً. توست ماستر منى، المايك كان مقفول، سوري كان مقفول. الآن دقيقة صمت كي يتمكن المحكمون من تسجيل على مسافة. السيد رئيس المحكمين دي تي ام محمد عبتين، هل استلمنا من جميع المحكمين؟ جاري الاستلام، لما نستلم من جميع المحكمين راح نعلمكم.
السلام عليكم، يعطيكم العافية. أنا كبير المحاكمين دي تي ام محمد عبدين. وصلني من أحد المتسابقين احتجاج على أصالة أحد المتسابق الآخر، فقدم الاحتجاج لي، فبس حبيت أرفع الاحتجاج لكم دي تي ام محمد. وصل لك احتجاج من أحد أوكي على الأصالة، على الأهلية أو الأصالة؟ نعم، على الأهلية أو الأصالة؟ موضوع الاحتجاج عن الأهلية أو الأصالة؟ عن الأصالة، أصالة الخطبة. عن أصالة الخطبة، خلاص راح ننظر له وبنقوم على بالإجراءات إن شاء الله. بعد ما ناخذ التصويت. شكرا. طيب، احنا استلمنا الحين جميع استمارات التصويت، اوكي، وبخصوص الاحتجاج اللي انرفع، بس حاب اعرف رئيس المسابقه او عريف المسابقه، من هو رئيس المسابقه، من هو عريف المسابقه، المسابقه او رئيس المسابقه اللي سوى البريفنج، من رئيس المسابقة اللي سوى البريفنج؟ توست ماستر منى زيتون. منى زيتون، خلاص اوكي. في هذه الحالة طبعا الإجراء مثل ما راح نوضح الحين انه واضح، الاحتجاج لم يرفع الى الجهة المعنية، وبالتالي ما راح ينظر فيه الى حين انه يرفع الى الجهة الرسمية. الجهة الرسمية في الحالة اللي هو رئيس المسابقة، الشخص اللي سوى البريفنج اللي هو منى زيتون، أو كبير المحكمين. في حالة أنه لم يصل الاحتجاج إلى هذين الشخصين من المتسابق أو الحكم، فلن ينظر في هذا الأمر. خلاص، احنا استلمنا الحين رئيس المسابقة، استلمنا التصويت، وممكن أن نستمر في الإجراءات. السيد رئيس المحكمين، هل نختم المسابقة؟ نعم، ممكن نختم المسابقة الآن. وقد انتهت المسابقة، أسلم المنصة إلى العريف العام توست ماستر عبد الرحمن الجناح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجدداً مشكورة توست ماستر منى زيتون على قيادتك لمسابقة الخطب العربية. لا شك بأن تدريب التوست ماستر هو تدريب مختلف. أنا شخصيا حضرت العديد من ورش التدريب في الجهات الحكومية، الجهات الخاصة، الجهات التطوعية، لكن تدريب التوست ماستر هو مختلف وفريد من نوعه، وتعلم فيه أمور كثيرة في القيادة والتواصل. الآن طبعاً بتكون عندنا مع مسابقة الخطب الارتجالية، ومع عريفة المسابقة هي توست ماستر أسماء سليم أحمد، هي مدربة الباثويز العربي لقطاع 79. إنجازاتها كثيرة، من ضمنها سفيرة القسمين C و R قطاع
79 أيضا هي قائدة في برنامج صناعة القادة، وهي أيضا رئيس نادي روح القصري. مرحبا بك توست ماستر أسماء، وإليك المنصة. شكر الله لك أستاذ العزيز. إذا أحبتي الكرام، دعونا ننتقل إلى المسابقة فورا. العريف العام توست ماستر عبد الرحمن الجناحي، المحكمون المقرون وأعضاء التوست ماسترز والضيوف الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل بدء المسابقة أذكركم أنه تم قراءة القوانين على أصحاب الأدوار والمتسابقين، وتم عمل قرعة بأسماء المتسابقين وجاء ترتيبهم على النحو التالي: المتسابق الأول إبراهيم الشطي، المتسابق الأول إبراهيم الشطي، المتسابق الثاني نسرين عزت، المتسابق الثاني نسرين عزت، والمتسابق الثالث فاطمة زينل، المتسابق الثالث فاطمة زينل. متواجدون؟ صوتي واضح يا جماعة؟ نعم نعم. إذن حسناً، إذن قبل بدء المسابقة أذكركم بأن مدة الخطبة تتراوح ما بين الدقيقة إلى الدقيقتين، وآمل من المؤقت رفع البطاقات على النحو الآتي: في الدقيقة الأولى سيظهر اللون الأخضر، في الدقيقة الأولى سيظهر اللون الأخضر، وفي الدقيقة وثلاثين ثانية سيظهر اللون الأصفر، وفي الدقيقة الثانية تماماً سيظهر اللون الأحمر. ونعم، إذن هذا بالنسبة للتوقيت. رئيس المحكمين دي تي أم محمد عابدين، هل نبدأ المسابقة؟ رئيس المسابقة شكراً، بس ممكن نتأكد من غرفة العزل، غرفة العزل للمتسابقين. حسناً، غرفة العزل موجودة بس أحتاج أعرف الأسماء إذا ممكن. حسناً، وكما ذكرنا قبل قليل المتسابق الأول إبراهيم الشطي، والمتسابق الثاني نسرين عزت، والمتسابق الثالث فاطمة زينل. إذن ممكن ننقل جميع المتسابقين ما عدا المتسابق. نعم، ما عدا المتسابق الأول. يعطيك العافية. إذن آمل من أمين المراسم توست ماستر حور اصطحاب المتسابقين الثاني والثالث نسرين عزت وفاطمة زينل إلى غرفة العزل، وإبقاء المتسابق الأول في القاعة. أرجو نقل توست ماستر دارين وإبقاء توست ماستر حور في القاعة. طيب، هل تم نقل المتسابقين؟ تم نقل المتسابقين؟ وهل تم نقل معهم أمين مراسم واحد يكون معهم؟ إيه نعم، أمداري. خلاص طيب، احنا كذا مستعدين، ورئيس المسابقة تفضل.
شكرا لك أستاذ الكريم. إذا أدعو المتسابق الأول إبراهيم الشطي ليتم تجهيزه من قبل توست ماستر حور. السلام عليكم. مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم العافية. توست ماستر إبراهيم الشطي، ده مكان الإلقاء لحضرتك؟ ده موقع الإلقاء لحضرتك؟ ترى عفوا الصوت رديء يعني. ده مكان الإلقاء للخطبة؟ اي نعم صحيح. تمام. صوتي واضح ان شاء الله. عامل تثبيت للمؤقت؟ ان شاء الله. هيك عامل تثبيت للمؤقت على الشاشة؟ لحظة شوفها. والمفروض قدامي كل مرة. اي نعم صحيح. ممكن تردد ورايا؟ اترك أثرا جميلا في قلوب الآخرين. شكرا. سمعني بوضوح؟ سامعك بوضوح بس الصوت من مساع يقطع، ما أدري هو عندي ولا عندكم ولا ما أنا عارف. طيب احنا سمعنا، أنا كفاية صوتي يعني. احنا سمعنا بوضوح. تمام، عودة إليك يا عريف المسابقة الخطبة الرجلية توست ماستر أسماء. يعطيكم العافية. فقط عندي سؤال قبل أن أطرح السؤال الخاص بالمتسابق، هل أكتبه في الدردشة بشكل عام أم له بشكل خاص؟ بشكل خاص حبيبتي. على خير إن شاء الله. لكن في الدردشة لا أرى أنه اسمه غير موجود، الرسائل فقط لثلاث أشخاص. إذن أطرح السؤال. توست ماستر حسام رياض رئيس المسابقة، أو توست ماستر ديتي محمد عبدي. أرسل لهم قصدك؟ نعم. حسناً. إذن إن كنت مستعداً مشرف التقني، عفوا توست ماستر اسماء، ممكن مشرف التقني يجعل توست ماستر اسماء افضل كوهوست ليستنى لها انها تقدر ترى كل المتسابقين وترسل استاذ ابراهيم وجميع المتسابقين المقوله. توست ماستر هبه ان شاء الله بس تكوني كوهوست، فراح تم عملها كوهوست. لا خلاص تتمكن ما شاء الله يعني على طول. تمام. الحين صوت يقطع، فما أدري من عندي ولا من عندكم. لا من عند توست ماستر حسام أعتقد. أيوة والله ترى مهم من عندي يعني. أنا حالياً أقدر نشوف المتسابقين حالياً توست ماستر أسماء. على خير. إذن إن كنت تسمعني بوضوح أستاذ إبراهيم. أستاذ إبراهيم توست ماستر أسماء إبراهيم، يرجى إرسال المقولة نعم. عبر صندوق المحادثات للمتسابق وقراءتها علنا يعني في نعم سنة. سأقرأها ولكن لا أسمعه. هل هو جاهز الآن؟ إيه نعم أنا جاهز، تفضلي. على خير. إذن السؤال يقول إن أردت التحليق مع النسور، فلا تتسكع مع الغربان. إن أردت التحليق مع النسور فلا تتسكع مع الغربان. المنصة لك.
إخواني وأخواتي توست ماستر والقادة المحترمين والجميع، إخواني وأخواتي وحياكم الله. التسكع مع الجبناء، التسكع مع قد يكون إنسان غير قادر على حمل مسؤولية الصداقة، غير قادر على تحريك مشاعره. نعم، أنا قد أكون يوم من الأيام أحلق مع النسور ومع الصقور، ولكن لو إني أنا أمسك العصا من النص، قد يكون في إنسان يراني وأنا محلق مع النسور إنسان متكبر، إنسان جبار، إنسان شايف نفسي، لأني أنا ما أمسك إلا مستوى الصقر أو المستوى الأسد أو مستوى الحاجز أو الزاوية، هذه زاوية القوة، ولا أني أنا أنزل إلى الجبناء ليراني إنسان غير سوي، إنسان غير طبيعي. إن رحت زاوية القوة فيها مشكلة كإنسان، أنا يا إنسان اسمي إبراهيم الشطي، دائما أحلق إلى هدف معين فقط، وإذا ارتئيت نفسي أني أنا أمشي على الأرض فأنا كذلك ذاهب إلى هدف معين، أراه في مستواي الطبيعي، ما أراه في مستوى الناس الثانية، أراه في عيون الناس، ما أراه في فكر الناس، ما أراه في قول الناس ومشاعره، أراه في مستواي الطبيعي. الصوت وقف عند المتسابق. المتسابق الأول انقطع. ممكن نستمر لدقيقة صمت؟ نعم، إذن دقيقة صمت واحدة ليتمكن المحكمون من رصد الدرجات. يعطيكم العافية. آمل أثناء ذلك تجهيز المتسابق الثاني. نسرين عزت. ممكن أمين الزوم ينقل المتسابقة من غرف العزل لغرف الرئاسة؟ المتسابق الثاني موجود حاليا بالغرفة. توست ماستر نسرين، ممكن فتح الكاميرا؟
توست ماستر نسرين عزت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا استاذه حور، ازيك؟ كل سنه وانتم طيبين. ايوه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. تمام، هل صوتي مسموع؟ ثبتي المؤقت على شاشه. تمام، ازاي ثبتي المؤقت على شاشه؟ ازاي في ثلاث نقط المؤقت جنبه، في ثلاث نقط حضرتك بتدوسي عليها تلاقي علامه تن تثبيت او بين، ثلاث نقط جنب بين. علامه أوكي. جنب أوكي. صوره المؤقت. تمام، دن عملت خلاص. ممكن تردي ورايا؟ نعم. اترك اثرا جميلا في قلوب الاخرين. ممكن تردي ورايا عشان اسمعك كويس؟ اترك اثرا جميلا في قلوب الاخرين. اترك اثرا جميلا في قلوب الاخرين. شكرا وبالتوفيق. عوده اليكي عريف، مسابقة في الخطب الارتجالية. يعطيكم العافية. المتسابق الثاني نسرين عزت، هل أنت جاهزة؟ إن شاء الله. إذن السؤال يقول، يقول السؤال يا عزيزتي: إن أردت التحليق مع النسور فلا تتسكع مع الغربان. إن أردت التحليق مع النسور فلا تتسكع مع الغربان. المنصة لك. إن أردت التحليق مع النسور فلا تتسكع مع الغربان. أنا اسمي نسرين، ونسرين يعني اتنين نسر، وأنا حاطة على عربيتي نسرين ورا العربية ورا السيارة. ليه؟ لأن عايزة أدي لنفسي قوة إن أنا أمشي لقدام. أمشي لقدام يعني ما بصش حواليا والناس اللي بتشدني لتحت. ناس كتير بتشدك لتحت، إزاي؟ بتقلل من اللي أنت بتعمله، من إنجازاتك. أنت كان ناقصك كذا، أنت كان ناقصك كذا. أنا ببص للكوباية المليانة، لو الكوباية فيها جزء فاضي ما ببصش على الجزء الفاضي، أنا ببص على الجزء المليان. فدايما عندي طموحات وعندي أحلام لقدام. كيف هذا؟ أنا طلعت في 62 سنة هلأ، على أنا دلوقتي معاش، لكن مع ذلك أنا تقدمت في التوست ماستر وبعمل إنجازات، بخش مسابقات، بعمل إنجازات، بطور من نفسي. لازم نتطور ولازم نطلع قدام. ناس يقول لك المعاش، انت وراكي ايه؟ بتعملي ليه مجهود؟ انت خلاص مفروض تعبتي. لكن لازم دايما نبص لقدام ونبص للكوبايه المليانه، وازاي نطور من نفسنا ونعمل انجازات. الانجازات دي حاجه مهمه جدا في الحياه، عشان تعيش لازم تحط بصمه وتعيش وتحلق فوق. الغربان ما تبص لهمش، لان هم ما وراهمش غير ان يشدوك لتحت. كل ما بتطلع لفوق وتلاقي نفسك بتنجز حاجه، كل ما هتديك حافز تعمل انجاز احسن. والرسول عليه الصلاه والسلام قال: تفاءلوا وما قالش تشاءموا. والتفاؤل مهم جدا في حياتنا. اليك يا عريف. شكرا. شكرا. المتسابق الثاني، ودقيقة صمت واحدة ليتمكن المحكمون من رصد الدرجات، وأثناء ذلك آمل منكم تجهيز المتسابق الثالث. أستاذن أمين مراسم الزوم يجيب لنا متسابق ثالث من غرف العزل، الغرفة الرئيسية. موجودين حاليا بالغرفة الرئيسية، وشكرا. توست ماستر فاطمة. نعم. تمام، ده موقع التحدث؟ نعم. تمام، طيب خلي بالك مش يعني ممكن ترجعي خطوة لورا شوية،
لأن في جزء من الرأس مش ظاهر. تمام، ممكن تعملي تثبيت للمؤقت؟ هو التثبيت. تمام، ممكن ترددي ورايا الجملة ديت عشان أتأكد أنا سمعيكي كويس. أترك أثراً جميلاً في قلوب الآخرين. أترك أثراً جميلاً في قلوب الآخرين. أحسنتي، بالتوفيق إن شاء الله. إذن المتسابق الثالث، أشكرك توس ماستر حور على هذا الإعداد. إذن المتسابق الثالث، فاطمة زينل، هل أنت جاهزة؟ نعم جاهزة. إليك هذا السؤال. السؤال يقول: إن أردت التحليق مع النسور فلا تتسكعي مع الغربان. إن أردت التحليق مع النسور فلا تتسكع مع الغربان. تفضلي. هل تملكين المفتاح؟ هل أنت تملك المفتاح؟ هل كلنا نملك مفاتيح؟ عرض المسابقة أعزائي الحضور، كلنا نملك عدة مفاتيح. مفتاح الأول، مفتاح الثاني، مفتاح آخر. لكن هل تعلمون ما مقدار هذه المفاتيح وبماذا نستخدمها؟ نحلق دائما ونحلم، وأحلامنا كثيرة. حلمنا أن يكون لدينا مفتاحا نذهب به إلى أعماق البحار. حلمنا أن نحلق مع الطيور في السماء. حلمنا أن نذهب إلى قمة الجبال، ولكن هل نستطيع الوصول إليهم؟ بيدكم أنتم وبهذا المفتاح. نرافق من نريد. وننهو مع من نريد. ونثابر مع من نريد. لكن أيهم من الأشخاص المناسبون في حياتنا سيأخذوننا إلى الحلم الذي نريده؟ ومن هم الأشخاص الآخرون الذي في حياتنا سيقعون بنا في حفرة لا نستطيع القيام منها؟ فاختر الصديق المناسب والمفتاح المناسب والحلم المناسب الذي تريد الوصول إليه لتتجبه في أرض الواقع. عادة إليك. شكرا لك المتسابق الثالث. إذن دقيقتي صمت ليتمكن المحكمون من رصد الدرجات. الآن سيتم مشاركة شهادات المشاركين في المسابقة. شهادة مشاركة لتوست ماستر نسرين عزت. شكرا لك توست ماستر نسرين. شهادة مشاركة لتوست ماستر إبراهيم الشطي. شكرا لك توست ماستر دي تي ام ابراهيم.
وشهادة مشاركة لتوست ماستر هاجر عبد الهادي. شكرا لك توست ماستر هاجر. وشهادة مشاركة لدي تي ام عذاري الكندري. شكرا لك دي تي ام عذاري. وشهادة مشاركة لتوست ماستر فاطمة زينل. شكرا لكم جميعا. الآن عودة إليك عريف المسابقة. شكرا لك توست ماستر أسماء العنزي. إذن كبير المحكمين، هل نختم المسابقة؟ هل تم جمع لا إله إلا الله تجميع النتائج؟ يعطيك العافية. هل تم تجميع النتائج من المحكمين؟ بعد جهد جهيد يعني استجيبه والله. تم جمع النتائج من المحكمين، الحين بناخذ التقرير من الميقاتي على أساس عدادين الأصوات، وكبير المحكمين يروحون لغرفة العزل لعد الأصوات. جميل. إذن هل أعلن انتهاء مسابقة الارتجال؟ نعم، ممكن تعلن نهاية مسابقة الارتجال. إذن بدوري أعلن الآن الانتهاء من مسابقة الارتجال، وأسلم المنصة للأستاذ الجناحي. يعطيك العافية. كل الشكر والتقدير لك تسمع سارة أسماء على قيادتك لمسابقة الخطب الارتجالية. نصل إلى ختام مسابقاتنا وختام فقراتنا. مشكورين جميعا على وقتكم، مشكورين جميعا على أن أنت وخليتوا كل الأمور الثانية على صوب، ركزتوا اليوم في التدريب. وعودة إليك توست ماستر حسام رئيس المسابقة. شكرا جزيلا توست ماستر عبد الرحمن الجناحي على الإدارة الجميلة الخفيفة للمسابقة، وكل الشكر والتقدير لجميع المشاركين اليوم، بداية من أمناء المراسم، مدير البرنامج زوم، عددي الأصوات، المؤقتين الرائعين اللي كانوا ما شاء الله يعني مركزين جدا في طول المسابقة. أشكركم جدا، المتسابقين، عرفاء المسابقات اللي خلف الكواليس زي ما بيقولوا، يعطيكم الصحة والعافية. وكلمة أخيرة لي، إن شاء الله تقديم المسابقات في الفترات القادمة راح نكون في مسابقة أندية، مسابقة مناطق، مسابقة أقسام، فلازم يكون هناك خطط بديلة دايما في كل المواقف. إذا صار موقف ممكن الخطة البديلة تكون كذا، صار موقف تكون خطة بديلة كذا، بحيث إن تقريبا معظم السيناريوهات تكون تم تخطيطها بالكامل عشان لا يصير في أي مشكلة وأي دروب يحصل، خصوصا طبعا إحنا في رحمة التكنولوجيا، يعني ممكن في أي وقت من الأوقات يقطع الإنترنت الاتصال متسابق، أو دور من الأدوار، أو يكون في ايرور في الكونكشن، الصوت مش مع الصوره. فان شاء الله نبقى باذن الله كلنا نبقى ملمين بهذه الامور. مش هطول عليكم، شكرا جدا جدا، وشكرا للفرصه الثمينه اللي احنا اخذناها اليوم على القسم اي. وطبعا تسليم المنصه الان الى منسقه التدريب العام توست ماستر اسماء العنزي. ولكن قبلها توست ماستر عبدين، حاب طبعا انت تقول كلمة، او لو في اي شيء حضرتك حاب تضيفه، ثم حضرتك بقى سلم المنصة لتوست ماستر اسماء. شكرا وليك اللقطة. الف شكر لك توست ماستر حسام ولجميع المشاركين. وإن شاء الله طبعاً من الأهداف المسابقة النموذجية اللي شفتوها راح نراويكم شلون يتم حسب الأصوات بين
كبير المحكمين وعدادين الأصوات. فبنمثل لكم اللي يصير في غرفة العزل، داخل غرفة العزل في في حساب الأصوات، وشلون نوصل للنتيجة النهائية. وفي طبعا بيكون في سيناريوهات موجودة ومطروحة قدامكم. فإن شاء الله بعد ما نرجع من التاس ماستر أسماء راح نمثل أو راح نروح لغرفة بنمثل قدامكم شنو يصير داخل غرفة العزل بين رئيس المحكمين وبين العداد الأصوات. أخليكم معانا الحين، أعطي الكنترول باك لأستاذ أسماء العنزي. شكراً، شكراً لكم جميعاً. طبعاً اليوم التدريب يعني كان متعمد، المسابقة النموذجية كانت متعمدة أنها تطلع بهذا الشكل عشان مديري المناطق ومديري الأقسام اللي موجودين معانا راح ينتبهون لجميع هذه الأخطاء. إحنا ركزنا على الأخطاء، المسابقة كانت نموذجية للتدريب فقط لكنها ليست نموذجية حسب مسابقات التوست ماسترز اللي تعودنا عليها. فهذه المسابقة للتركيز على الأخطاء وكيفية تفاديها والانتباه لها. طبعا الحين اسمحوا لي قبل لا ننتقل مع ورشة الأسئلة والأجوبة، ومثل ما تفضل دي تي ام محمد عابدين عشان يوريكم الطريقة، خلوني بس أكرم المشاركين عشان إذا في أي أحد فيهم يبي يغادر يكون تم تكريمه كما يجب، وهذا أقل تقدير طبعا. شكراً جداً لتوست ماستر حور قاروصة، شكراً حبيبتي على كل جهودك. شكراً لتوست ماستر متميز دارين الحجار، شكراً لك على جميع الجهود. وبالمناسبة دي تي ام دارين هي تعليمية المسابق، هي تعليمية اللجنة المنظمة لهذه الفعالية، فشكراً لك دي تي ام دارين. شكراً للرائعة اليوم أبدعت جداً وكعادتها طبعاً توست ماستر فوزية العايض، ما شاء الله عليها، شكراً لك حبيبتي توست ماستر فوزية. شكراً للمدربة المتألقة دي تي ام سحر الوردجي، شكراً لك على جميع جهودك. شكراً للتوست ماستر المتميز دي تي ام دي تي ام محمد عابدين رئيس المحكمين والورشة. شكراً جداً توست ماستر حسام رياض على رعاية المسابقة وتوجيه المتسابقين. شكراً للعريف المتألق توست ماستر عبد الرحمن الجناحي. شكراً لتوست ماستر منى زيتون، وشكراً للتوست ماستر أسماء سليم. شكراً للمؤقتين الرائعين توست ماستر متميز يوسف الشيخ وتوست ماستر عائشة اليوحة. وشكراً لعدادي الأصوات توست ماستر زينب مظفر وتوست ماستر هدى العنزي. وشكر أيضاً لتوست ماستر هبة النكاس. والمتسابقين أيضاً لا ننساهم دي تي ام عذاري الكندري، شكراً جزيلاً حبيبتي، وتوست ماستر هاجر عبد الهادي شكراً، وتوست ماستر متميز إبراهيم الشطي، وتوست ماستر نسرين عزت، وتوست ماستر فاطمة زينل، والعلاقات العامة توست ماستر طارق القاضي. شكراً لكم جميعاً. طبعاً في خربطة مثل ما أنتم شايفين، بس هذه الخربطة متعمدة، حتى عريف الاجتماع ما غير، العريف العام ما غير الخلفية بما يتناسب مع الفعالية، عشان بس يكون هذه كل هذه الأخطاء ينتبه لها مديري المناطق ومديري الأقسام لما يبدون ينظمون مسابقات لمناطقهم وأقسامهم. الحين أنقل المنصة لدي تي ام محمد عابدين عشان يورينا كيف يتم حساب الأصوات في غرفة العزل. إليك دي تي ام محمد. ألف شكر لكم مرة ثانية، والحين حياكم معنا مع كبير المحكمين إلى منطقة العزل اللي بنلتقي فيها بالعدادين الأصوات. عدادين الأصوات موجودين معنا،
وراح نسوي شير ونشوف الأصوات اللي موجودة معنا. المفروض ما تشوفون علي. اوكي سوري. طيب بالنسبة للمسابقة الأولى تشوفون طبعاً الأصوات الموجودة. عدادين الأصوات من معاي موجود؟ افتحوا المايك. معاي توست ماستر زينب مظفر. زينب مظفر. معاك توست ماستر هدى العنزي. هدى العنزي، أوكي. طيب عندكم اللي هو النموذج مال ملء الأصوات؟ اي نعم معي. طيب خلاص نمر الحين على الاصوات الموجوده معنا ونتاكد منها حسب منها. عندنا طبعا 5 حكام موجودين معنا في هالمسابقه. خلينا نشوف تصويت الحكم الاول. عداد الأصوات ممكن تفتحون المايك وتشوفون تسوون الحساب. هدى العنزي. نعم معك. اي اوكي ممكن بس تقري لنا البالوت شنو مكتوب فيه ومن الحكم. المركز الاول توست ماستر هاجر. والمركز الثاني توست ماستر دي تي ام عذاري. المحكم احمد يحيى. اوكي وتوقيعه موجود صحيح؟ اي نعم موجود التوقيع كامل. أوكي. البطاقه. اوكي عداد الاصوات الثاني ممكن بس تاكد على الموضوع. اهلا. اي نعم بالنسبه للمركز الاول هاجر راح يكون 3 نقاط عندها. المركز الثاني عذاري 2 نقطة. توقيع المحكم واسم المحكم فالبطاقه كامله البيانات وشكرا. اوكي طيب شكرا. طيب ننتقل الى الحكم الثاني. طيب هذا البلد ممكن بس هدى هذه البطاقة غير مقبولة ما فيها لا توقيع محكم ولا اسم محكم. اوكي طيب هدى. اي نعم غير كاملة لانها مو الشروط مو كاملة فيها توقيع المحكم مو كامل. خلاص طيب فإذا هذا الصوت نلغي. يلا طيب طيب هدى. المركز الأول توست ماستر هاجر. المركز الثاني دي تي ام عذاري. التوقيع التوقيع المحكم سالم والتوقيع موجود فكاملة كاملة الشروط. نعم بس تأكدين علينا المركز الأول هاجر 3 نقاط والمركز الثاني دي تي ام عذاري 2. أوكي طيب مجموع النقاط معناته كم صار الحين؟ 5-5. 5-5 في تعادل لما الحين. طيب هذا البالوت دي تي ام عذاري المركز الاول لها 3 نقاط وتوست ماستر هاجر لها 2. التوقيع موجود توقيع المحكم سليمان مع التوقيع الكامل كاملة الشروط فالحين صار في تقدم. طيب عذاري 8 وهاجر 7. اورايت حلو.
هذا البلد. دي تي ام عذاري المركز الاول لها 3 نقاط، والتوست ماستر هاجر لها 2. التوقيع والاسم موجودين للمحكم طلال. الحين دي تي ام عذاري باعتبار يعني مرتفعه على التوست ماستر هاجر. تكون هي المركز الاول ب 11 نقطة، وتوست ماستر هاجر في 9 نقاط. طيب هدى رفع ايدك ولا لا؟ من البداية كتوضيح اللي موجودة. أوكي. فإذا كم بلت عندنا كان محسوب؟ العداد الأصوات كم بلت حسبنا؟ حسبنا تقريباً 4 أو 3، والخامس ملغي. 3 وفي 1 ملغي. إيه 3 كنا و1 ملغي. مفروض 4 و1 ملغي. أعتذر 4 صح. زين راجعت انا على السريع، بس ممكن احنا عندنا تعادل في الحالة، لان عندنا صوتين او 4 اصوات، عندنا 2 المركز الاول عذاري و2 المركز الاول هاجر، فعندنا تعادل في الحالة. ممكن تتأكدون علي عدد الاصوات؟ لا انا اشوف ان دي تي ام عذاري 11 وتوست ماستر هاجر 9 على الحسبه يعني. بس 4 اصوات صح؟ 4 اصوات محسوبه. اي نعم. اذا حسبناهم وتعادل كذي راح ان تطلب من الحكم الفصل أنه يختار أحد المتسابقين يكون الأول والثاني. صحيح. مال الحكم الفصل لك موجودة هنا عندي، فنفتح ونشوف. المركز الأول. المركز الأول عذاري، والمركز الثاني هاجر. إذا الفائز الأول هي عذاري والفائز الثاني هي هاجر. أوكي. المركز الأول عذاري والمركز الثاني هاجر. تمام. إن شاء الله نعتمد النتيجة إن شاء الله. طيب هذا بالنسبة اللي هو المسابقة مالت
الخطب العالمية. الخطب العالمية. ننتقل إلى الخطب الارتجالية. نشوف البالت اللي موجودة. عندنا هني ثلاثة حكام. ثلاثة حكام three ballots. فنفتح ونشوف. تأكدوا أن البالتس اللي بنشوفهم بيكونون ثلاثة ونحسب على هالأساس. طيب البالت الأول عدد الأصوات ممكن المركز الأول توست ماستر إبراهيم، هذه مو موجودة. طيب اي المركز الاول توست ماستر ابراهيم، والمركز الثاني توست ماستر نسرين كامله بالاسم اسم المحكم وتوقيعه. المركز الاول له ثلاث نقاط، المركز الثاني له نقطتين. اوكي عداد الاصوات الثاني من معنا. اهلا معك توست ماستر زينب مظفر. متاكدين على اللي جابته؟ أأكد على اللي قالتها عدد الأصوات توست ماستر هدى العنزي. هدى العنزي تسامي. طيب أنا راح أستبعد هذا البلوت. زين السبب إنه عندنا ثلاث متسابقين وما في مركز. وهني ما ذكر المركز الثالث. ما نذكر صحيح ما. إذن هي ناقصة. ما بين مستبعدة. طيب طيب التصويت الثاني البلد الثاني أنا بعد ما عندنا لا مركز ثالث ولا اسم محكم ولا توقيع تمام. فإذا نفس الكلام مو متكاملة ولا فيها متسابق ثالث فتستبعد هي الثانية. تمام. إذا الحكم الثالث اللي عندنا اليوم عدد الأصوات المركز الأول توست ماستر نسرين له ثلاث نقاط، المركز الثاني توست ماستر إبراهيم له نقطتين، المركز الثالث توست ماستر فاطمة اسم المحكم موجود والتوقيع موجود فمتكاملة. نعم. طيب تأكد علينا. نعم أنا خلاص فإذا هذه إن شاء الله بتكون اللي هو المحسوبة. فلأن عندنا ثلاث محكمين اثنين منهم ما تأهلوا فإذا راح نعتمد هذه النتيجة. تمام. في المركز الأول نسرين، المركز الثاني إبراهيم، والمركز الثالث فاطمة. راجعنا طبعاً التوقيت، المتسابقين جميعهم متأهلين فما في ديسكواليفيكيشن من ناحية التوقيت، وبالتالي النتيجة راح تعتمد كما هي وراح نرسلها لرئيس المسابقة. شكرا لكم وحافظوا على سرية التصويت وسرية المعلومات، وإن شاء الله راح كل المعلومات الموجودة راح نتلفها بعد إعلان النتائج إن شاء الله. يعطيك العافية. شكرا. الله يعافيكم. وبذلك الجمهور الكريم شفتوا انتوا شلون يتم عملية فرز الأصوات.
ونمل الاستمارة الحين ونرسلها لرئيس المسابقة لإعلان النتائج النهائية في نهاية الفعالية. شكرا لكم وعودة لك عريف الفعالية أسماء العنزي. شكرا، شكرا لك دي تي أم محمد على هذا التوضيح الرائع جدا. فعلا الكل استفاد، يعني أنا أكاد أرسم فعلا إن اليوم الكل استفاد من الإرشادات والتوجيهات والأخطاء، وإحنا تعمدنا وجود كل الأخطاء اللي موجودة وأنتوا شفتوها، إحنا تعمدنا وجودها على أساس إن نلفت انتباهكم فعلا لهذه الأخطاء فتحصل، فبالنهاية يكون عندكم مسابقة ناجحة متكاملة ومرضية لجميع الأطراف. الآن يعني مثل ما وعدناكم مع فقرة الأسئلة والأجوبة مع مدربين الأفاضل مقدمي الورش دي تي أم محمد عابدين ودي تي أم سحر الوردجي. إذا عندكم أي أسئلة حابين توجهونها أو أي معلومة حابين تعرفونها المدربين راح يجاوبونكم عليها. فتفضلوا أي شخص عنده سؤال أو حاب يعرف معلومة ممكن يرفع إيده ويوجهها مباشرة للمدرب اللي هو يختاره. تفضل. الحضور الكريم، إذا عندكم أي أسئلة حابين توجهونها هذه فرصة ذهبية، وأخص هني مديري الأقسام ومديري المناطق ورؤساء الأندية أو حتى المستقبليين مديري الأقسام ومديري المناطق اللي حابين يرشحون نفسهم في المستقبل، المجال مفتوح لكم جميعا لتوجيه أي سؤال. تفضل حبيبتي توست ماستر نسرين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شكرا على يعني المجهود الجبار اللي اتعمل النهاردة، وربنا يكرمكم ويكون في ميزان حسناتكم جميعا. بالنسبة للإمضاءات أو المفروض العداد أو الحاجات دي هتوصل عن طريق الواتساب للمجموعة بتاعت المحكمين، يعني لو أنا عايزة أجيب أكتب نتائج ونسيت أمضي مثلا، فكان بيحصل أن اللي أنا ببعت له يعني سي مثلا الأستاذة أسماء هي كبيرة المحكمين وحبعت لها رأيي كمحكم، فهي بتبعت لي تقول لي نسيتي تمضي فبترجحولي وتمضي. هل ده كان غلط ولا لا؟ لان انا تعرضت لاكثر من مره وكنت من المحكمين فكان بيتبعت على الواتساب، فلو كان مش واضح او الامضاء مش واضحه او حاجه كانوا بيرجعوا. ده اول سؤال. السؤال الثاني، احنا لو الانترنت قطع والمتسابق بيتحدث هل في مشكله؟ اخر سؤال، هي الاستاذه فاطمه استخدمت مفاتيح، فمعناها ان هي ممكن يكون في وسائل ايضاح جنبي وانا بعمل الارتجالي حتى، ولا ممنوع استخدام في الارتجالي أي وسائل توضيحية أو مالتي ميديا معي؟ شكرا. طيب بالنسبة للسؤال الأول أنه هو هل ممكن بالواتساب ترجع البالوت على أساس إذا قاصرة أو التوقيع مو كامل أو هذه الشغلات هل موجودة أو مو موجودة؟ في حالة المسابقات الفعلية أو العملية البالوتس ينعطى لعداد الأصوات، وعداد الأصوات يأخذها إلى رئيس المحكمين إلى غرفة العزل أو غرفة العد، فما في مجال إنه يرجع مرة ثانية على أساس يتوقع أو يكون في يرجع مرة ثانية على أساس يتوقع. ده لو كان في يعني في المواجهة، لكن لو هو على الإنترنت مو هذا الأساس. الأساس إن المحكمين يعني ما
ونس إن سلموا البلد مالهم ما في مجال إنه يرجع مرة ثانية خلاص. سلم وهو ناقص فكبير المحكمة راح يستبعد البلد بالوضع اللي هو عليه. فمن الأفضل يعني إن نتجنب هذه الموضوع من إنه يصير مرة يعني في الحالات اللي هو واتساب، لأنه في النهاية يعني الحكام بعد مو لازم إنه يكونون معروفين حق باقي الأعضاء المنظمين الفعالية، فإذا يطرش على الجروب يروح ويرجع، فمن الأفضل إنه نتفادى هذا الموضوع. بالنسبة للسؤال الثاني اللي هو بس ممكن ذكريني الأستاذة نسرين شنو كان السؤال؟ أنا نسيت. اللي هو السؤال استخدام إذا انقطع النت شنو ممكن تسوون مع المتسابق؟ أوكي شكرا يا أستاذة هودة. إذا انقطع النت خلال أنا مو هودة، أنا فاطمة رئيسة نادي رواسي. أهلا وسهلا بك. إذا انقطع النت أثناء المسابقة في تبع التوست ماستر القوانين مالت الإنترنت أو المسابقة الفيرتشوال يعطون فترة grace period إنه ما تحضرني كم الفترة بالضبط، بس لازم يحاول المتسابق إنه يرجع يشبك مرة ثانية ويواصل على الخطاب ماله من مكان اللي انقطع منه. إذا ما قدر أن يتواصل مرة ثانية أو يشبك الكونكشن مرة ثانية من خلال في خلال هذه الفترة المتاحة له، فيستبعد المتسابق وخلاص ما يقدر يواصل في المسابقة مرة ثانية. في قاعدة واضحة بهالموضوع في قوانين المسابقات اللي هي خاصة بالفيرتشوال أو الإنترنت. وبالنسبة للسؤال الثالث اللي هو استخدام المالتي ميديا. استخدام المالتي ميديا حتى في جميع المسابقات هو متاح وهو مسؤولية المتسابق بصورة كاملة، يعني فهو المسؤول عن إحضارها واستخدامها وثم إزالتها من المسرح أو من الستيج بعد ما يخلص من السبيتش ماله. ما في أي تحفظ أو كلافة في هذا الموضوع. أنا بتكلم على الخطب الارتجالية جميع المسابقات. شكرا. أوكي. جميع المسابقات يشملها هذا القانون، ما في استثناء يعني. وإذا في أحد مثلا من الجماعة قادة القطاع يبي يوضح شيء يعني بعد يعني رايين أحسن من راي واحد يعني، فدائما المجال مفتوح. شكرا جزيلا. الله يخليك. المجال مفتوح للأسئلة. إذا ما حد بيسأل أنا عندي سؤال أستاذة أسماء. تفضلي. طبعاً. السلام عليكم، يعطيكم العافية على هذا التدريب الرائع الصراحة، يعني طبقت النظري العملي على النظري بكل حذافيرة، فشكراً لكم، أنا وايد استفدت. سؤالي إن يعني ما أدري هو يعني السؤال قانوني ولا لا، هو طبعاً متاح للمتسابق إنه يتكلم شيء بلغة عامية، لكن أنا من اللي واجهته بالتدريب اليوم النموذجي في بعض الكلمات ممكن يعني الجمهور ما يفهمها إذا كانت يعني باللهجة البحتة، فبهالحالة يعني شلون يصير؟ ما أدري شلون يصير يعني طبعاً هو التصويت من المحكمين ومن الجمهور، لكن يعني عشان الجمهور يفهم يعني هل ممكن يكون في سماح إنه يكون في خلط بين العامي أو يكون العامي يكون شوي واضح ما يكون يعني بحت؟ يعني هذا كان تعليقي من بعد ما شفت النموذج اليوم. تسمحوا لي أعلق؟ طبعا. استاذ عبد عندك تعليق؟ اي من بعدك، من بعد اختي سحر، هل عندكم تعليق ولا اعلق؟ لا تفضلي بدي امنا حضرتك، ما شاء الله عليك استاذتنا كلها. شكرا جزيلا وعليكم زور. صاحبه السؤال، كمتسابق
أنا ودي أنا أوصل رسالة قبل لا أصير أنا أفوز بمسابقة، فهل أنت حابة توصلين رسالة بشكل واضح؟ إذا كان نعم فاختاري الكلمات اللي ممكن يفهمها الجميع وليس فقط المحكمين. إن كان المتسابق يسعى إلى فوز في مسابقة فقط أكيد راح يختلف الموضوع، فلذلك احنا دائما نقول اللغة العربية اللي يفهمها جميع العرب في أنحاء العالم، فالمحكم قد يكون من أي دولة من الدول، مو شرط يكون من الخليج، فحتى يفهم الرسالة وحتى يستوعب الخطاب ويفهم ماذا أو لغة الخطاب لابد أنه هو يفهم اللغة اللي يستلمها من المتسابق بشكل مختصر. هذه إجابتي وتعليقي على الأخت. شكراً أستاذة موني، يعطيك العافية. يا حياك الله أستاذة فاطمة. فاطمة حتى بالنسبة للمسابقات باللغة الإنجليزية كذلك نفس الكلام، لو يجب أن نتكلم عن اللغة الإنجليزية أو نقول البحتة اللي هي تستخدم في المدارس وهذه، ما في أحد من المتسابقين يستخدم هذه اللغة ترى الفصحى، ولكن يستخدمون اللغة المفهومة لجميع الجنسيات حول العالم. صحيح، شكراً لكم. توس ماستر عبد الرحمن بوفتين، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية جميعاً. أنا ما راح أطول عليكم بس تعليقاً على الموضوع. يا حبذا أنا أشوف أنه يستعمل اللغة البيضاء نفس اللي إحنا نستعملها بالإعلام اليوم، اللغة البيضاء تصير اللغة العربية هي مزيج كلمات عربية غالبا تكون، ولكن بطريقة تكون وكأنها اللهجة، كأنها اللهجة المحلية بحيث الكلمات تكون عربية. فاللغة البيضاء حق هذا التساؤل، دائما إحنا يصير عندنا مشاكل الناس، هل إحنا فعلا نقول لغة عربية ونقول لغة عامية؟ المذيعين كذلك نفس الشيء. فاللغة البيضاء هي أفضل طريقة أن أشوف المتسابق يدرب نفسه عليها، لأنها لغة مفهومة بالشرق الأوسط كاملا. وشكرا. على في أشخاص فعلا يعني يجيدون اللغة العربية الفصحى، وهذا لا يمنع أن يستخدمونها طالما أنه عموما يعني النحو في استمارة التحكيم عليها 5 درجات فقط. فإذا كنت متمكن أو كنت متمكن من اللغة العربية الفصحى، بالعكس إحنا نشجعنا استخدامها، لأن أكيد راح نفهمها الجميع كذلك. لكن إذا كنت أنت كمتسابق أو كنت كمتسابق لست بذاك المستوى من استخدام اللغة العربية الفصحى، فلا تتصنع وتوقف على مسرح وتمثل شيء ليس بأنت. خليك بأريحية، تكلم بشكل واضح بحيث أن الجمهور يستمتع معك، توصل الرسالة ويفهم الجميع. شكرا. هل هناك من سؤال آخر؟ طيب إذا ما في استفسار أنا بس بطرح نقطة شوية يعني اختبر فيها الجماعة ممكن تفيد الجماعة يعني، وهاي من تجربة شخصية يعني. زين، اللي بيصيرون إن شاء الله كبراء محكمين هالسنة، حطوا بالكم يعني على هالموضوع. بخصوص الاجتماع الإعداد، اجتماع الإعداد والمتسابقين، إذا ما حضر المتسابق أو إذا المتسابق لم يحضر اجتماع الإعداد أو اجتماع البريفينج نقول عنه، من الشخص اللي بداله؟ أحد ممكن يعطينا مثلا من المتسابقين قصدك؟ في متسابق ما حضر البريفينج، شنو ممكن، شنو الإجراء اللي يتخذه مثلا رئيس المسابقة أو إجراء كبير المحكمين؟ نعطي الفرصة للآخرين، مو بنعلم. ناخذ الفائز رقم 4. شلون؟ ناخذ الفائز اللي يعني هم مو 3 فائزين، أول 3 مراكز ناخذ الفائز رقم 4.
لا 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 لا، هما اثنين مثلا خلاص الحين المسابقة اللي فازوا من هذه المسابقة بيروحون المسابقة اللي بعد. طيب الحين المسابقة اللي بعد الكبير رئيس المسابقة وقف وقال لهم يلا اليوم عندكم اللي هو الاجتماع التحضيري، دور لقينا واحد والله قاصر ما حضر، واحد مو موجود في الاجتماع التحضيري، شنو يسوي؟ خلي عذاري بعيد، يعني جربتي عذاري ترى اللي بعده بالله رقم ثلاثة. اوكي ممكن اجاوب؟ waiting list. خليها بكل بسهولة ما يليه. راح تتعددي الرقم. اي بس بعد. ديتي مع عذاري عرفتي؟ اسمه شنو عندها تعليق. اوكي ممكن اجاوب؟ تفضل. اللي ما يحضر هو راح يكون المتسابق الاول، يعني على حسب القرعه، او يعني هو ما حضر فهو راح يكون المتسابق الاول. لا هو الفرق بين لما ما يحضر ما يحضر القرعه ولا ما يحضر الاجتماع التحضيري. الاجتماع التحضيري القرعة بعد القرعة من الاجتماع التحضيري. أخذتم دقيقين عبدين ترى دقيق ومتسابق وبطل وما شاء الله تبارك الرحمن طوارئ جيدة. ممكن يفوض شخص للحضور والتصويت بدل عنه، يعني أنه يكون موجود حاضر، أو ممكن تتكلمين عن القرعة أسماء، تتكلمين عن القرعة هو يتكلم عن الاجتماع التحضيري. الاجتماع التحضيري هو قراءة القوانين، هو يعني في كثير من الأشياء اللي ممكن تصير في الاجتماع التحضيري وليس فقط القرعة. نعم ممكن إرسال القوانين له، ممكن على ما أعتقد أنه يستبعد لو ما حضرش ومش ملتزم، يبقى مش مفروض يحضر. والله والله يعني نسرين رايت هاي لازم يعني انا ماستر توارف على التس ماستر، لازم يعني يمشون بهالقانون يعني، بس للاسف يعني حاليا ما قاعدين يمشون بهالطريقه. طيب بس للتوضيح يعني في هذه الحاله، حضور الاجتماع التحضيري هو حق من حقوق المتسابق، حق من حقوق المتسابق، ويحق له أنه يحضر الاجتماع التحضيري على أساس يطلع على القوانين، وإذا في شيء يكون مطلع عليه قبل المسابقة. في حالة أنه ما حضر الاجتماع التحضيري يحضر المتسابق البديل. من المتسابق البديل؟ هو الذي يليه في الترتيب، ويكون مستعد في حالة أن المتسابق ما حضر يوم المسابقة أنه هو راح يلقي الخطبة مالته. فمو أن مثلا ما يكون ما حضر المتسابق يوم الاجتماع يوم المسابقة ما حضر تعالوا دوروا من المركز الثاني، لا، لازم يكون مستعد أنه إذا ما حضر المتسابق يوم المسابقة راح هو يقدم مكانه، يتسابق في مكانه. الاستبعاد يحدث إذا ما وصل المتسابق إلى القاعة في وقت إعلان أسماء المتسابقين برئيس المسابقة، يعني عنده مجال. أوكي في احتمال أنه مثلا ما راح يستبعد، ولكن إذا قدر أنه يحضر قبل اللي هو طرح الأسامي المسابقة، راح أول شيء يتنازل عن حقه في الاجتماع التحضيري، وثانيا يقدر يشارك في المسابقة. فهذا هو الإجراء اللي يمشون عليه في حالة غياب المتسابق من الاجتماع التحضيري. أما هاي سالفة إن إرسال شخص مكانه وأنا ما باي والله فلان روح أحضر مكان الاجتماع التحضيري، فهذا يعني ممكن نقول إن هي قواعد غير سليمة أو أشياء غير سليمة ما راح تمشي، بالذات على المسابقات اللي على مستوى كبير شوية مثل الديتاك وهالمسابقات. شكرا لك، شكرا شكرا على هذه إضاءة، هذه فعلا إضاءة يعني راح تضيف الكثير يعني لنا أثناء تنظيم المسابقات. مدير المنطقة ومدير القسم ورئيس النادي لازم يكونوا ملمين بكل هذه الأمور حتى ما تصير يعني نقطة خلاف.
وتحدث يعني أمور لا يحمد عقباها يعني كما يقولون. المجال لا يزال مفتوح لكل من يعني لديه سؤال، لا يتردد. فعلا هذه فرصة ذهبية وفرها لنا القطاع 20 وتحديدا مدير جودة البرامج وفريقه لتفادي كل ما يمكن تفاديه قبل المسابقات الفعلية. أستاذ إبراهيم نور، عندك أي استفسار؟ بس خليك حذر بالشارع. يعطيك العافية. دكتورة عذاري تفضلي حبيبتي. دكتورة عذاري تبي جائزة. اي انا رافع جيش على الجائزة. يعطيكم العافية وعساكم على القوة. الحين جائزة صاروا، جاوبت على السؤال صح وفزت في المسابقة. عندي سؤال، في حال المنطقة ما فيها إلا نادي واحد يعني تأهل فيه الأعضاء، فشنو بعد مسابقة النادي تصير؟ مسابقة المنطقة بس بالنادي الواحد فقط بأعضاءه؟ إيه يطلع اثنين، إذا أنت عندك أربع أندية أو أقل يطلع اثنين من هذا النادي في كل مسابقة بكل لغة، وبعدها يتسابقون ضد الوقت وضد الأصالة، وبيطلع بعد الأول والثاني اثنينهم بعد يطلعون على المستوى القسم بعدين. تمام يعطيكم العافية، شكرا. بس لازم يكون تكون المسابقة مرتبة بشكل صحيح، يعني يكون لازم يكون فيها محكمين، لازم يكون فيها كل كاملة العناوين. نعم إن شاء الله. يعطيكم العافية. قبل لا ناخذ السؤال الثاني تفضل ديتي ام محمد. اللي هو يعني مثل ما قالت استاذه منى، يعني جميع المراحل اللاحقه للنادي لازم تكون في مسابقه، يعني حتى لو متسابق واحد ما في الا هو بس، فلازم تقام مسابقة بمحكمين وضد الوقت وضد كل هذه الأمور. ولكن النادي طبعا اللي هو في له استثناء، هاي يمكن ما وضحت استاذة منى، نادي يلا اوكي النادي يحق له انه يرفع المتسابقين بالطريقة التي يراها يعني انسب، سواء أقام مسابقة أو قدم مرشحين مباشرة من غير مسابقة، ولكن فقط على مستوى النادي. خلوني أنا أطرح سؤال، كم عدد المتسابقين اللي ممكن يطلعون من النادي إلى المنطقة من كل نادي؟ لا واحد عادي، لا إحنا نقول لحد الأقصى ستة ثمانية. على حسب عدد الأندية؟ لا في كل مسابقة. أيوة في كل مسابقة عندنا، خلينا نقول مثلا الخطب العربية، كم متسابق ممكن يطلع من النادي إلى المنطقة في الخطب العربية؟ إذا أربع أندية بالمنطقة أو أقل بيطلع متسابقين من كل نادي. نعم. المركز الأول والمركز الثاني. إذا المنطقة فيها خمس أندية يعني تأسس نادي مثلاً أو ستة، خمسة أو ست أندية بيطلع بس واحد من كل نادي. طيب في بعد نقطة هنا لازم نلاحظها أختي دارين، شكراً جزيلاً كلام جداً سليم، ولكن لابد أن احنا بعد نلاحظ نقطة معينة اللي هي نشوف ننظر إلى فعالية الأندية الموجودة في المنطقة. هاي نقطة واحد، هل الأندية مثلاً لو عندي ست أندية ناديين غير فعالين فيطلع اثنين متسابقين من كل نادي كذلك، إذا كان مثلا عندي خمس أندية أو أربع أندية حتى، وفي عندي مثلا على كلام الأستاذة عذارية مثلا عنده نادي واحد فعال فقط في المنطقة بعد يطلع اثنين، ما بيطلع أكثر من اثنين. إذا صار عندنا نادي تم افتتاح جديد في المنطقة ومر عليه ثمان أسابيع فبعد كذلك يطلع اثنين، إذا أقل من ثمان أسابيع أو أقل يطلع كذلك اثنين، لكن تم إرسال إيميل أو بريد إلكتروني، رسالة عبر البريد الإلكتروني توست موستر العالمية، وهي حولت الموضوع على القطاع، أن القطاع هو يقرر إذا كان النادي
مثلا خلينا نقول تم انشاء نادي في منطقه اكس في شهر يوليو، وصارت عدد الأندية موجودة في شهر يوليو 5 أندية، فعلى قول ما يصير مسابقة المنطقة راح تكون في ديسمبر مثلا، فيكون اوريدي خلصنا 8 أسابيع. في هاي الحالة القطاع يقرر إذا كان 2 متسابقين يكون من القطاع من المنطقة أو متسابق واحد، وهذا راح يتم إرسال إيميل رسمي من مكتب القطاع هذا الخصوص. شكرا ديتي أمونة. ديتي أم بدر تفضل. يزور عيادة كان يمكن ينسى. السلام عليكم جميع. والله نسيت والله بواحد شلون أشيل اللحظة خلنا حبيت أنا ما عندي مداخلة بس حبيت أشكر ما عندي سؤال حبيت أشكركم جميع على الترتيب اللي ولا أروع أثريتونا وأثريتوا الجميع ما شاء الله عليكم بالعديد من النقاط والأشياء التذكيرية الرفرشمنت شكر لكم جهودكم كلكم يعطيكم الصحة والعافية. يعافيك يعافيك يا أبو عمر. ممكن أشارك؟ طبعا طبعا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بغير الروتين شوي تزمت شوية في الموضوع هذا كله وخذ أبي ندخل شوية الفريش نبي نضحك شوية الموضوع كله بس لا تعنوني أنا بالضبط لكن أنا صارت عندي الكاميرا الخفية إذا تأذن لي أستاذ العزيز الغالية على قلبي صراحة دارين الحجار دارين الحجار المعروف فيها إنها جدية وإنها بسم الله عليها معلمة صح يعني إذا أعطت المعلومة تعطي صح وتوصلها صح وبشكل جدي يعني غسمرة عندها جد والجد عندها غسمرة أحيانا يعني كذي الشخصية هذه متكاملة عندي كوننا نعرفها من ممكن من 8 سنوات قلت لها أستاذة دارين أنا الحين خلاص الدي تي أم أنا خلاص بس شلون الحين أبي أوصل إلى هدفي أبي كلمة الدي تي أم كانت تقول شوف أستاذ إبراهيم ما أقدر أتكلم سوريا خاف أغلط أو أدعم تقول لي في مسابقة خلها وراح إن شاء الله بس هي بالارتجال قلت لها يا عمي ارتجال تبين معدة مسبقا شو اللي تامرين أنا حاضر بس خلا خلص كان تقول لي خلاص تكرم 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 وأنا وياكم بالدروب وانتم ما شاء الله بسم الله عليكم نحل خاصة الموسم النحل أنا معاكم بس أنا مشغول بثلاثة أمور ثلاثة الأمور هذه مهمة جدا بالنسبة لي بالحياتي يعني أنا بالي معاكم قلبي معاكم والله قلبا وغالبا ولكن نوفا مش قاعد تسوين قاعد تقولون مسابقة بعدين تقولون افتراضي بعدين تقولون شنو عفوا بس ذكروني سميتوها نموذجية نموذج الله يرحم والديك الله يذكرك بالشهادة أنا جيت الله يسلمك اليوم على أساس إن بعد كنت مبكر ورديت من برا ورانا مبكر وبقعد لكم يعني وأنا مساء قاعد أتكلم ولابس قطرة وعقاب وش حالاتني وقلت الحين بيمدحوني وش حالاتني شوف كشفة خاصة يعني عيال البحرين بسم الله عليكم بس الله يحفظكم ونحبكم من كل قلبي الحين يوم اللي أقدم لا وبعد من اللي يبين الند أستاذة نسرين دكتورة يعني شمعة مصر أنا اشتغلت وياها بنت الحلال حقيقة بنت حلال ما شاء الله عليك أنا قلت الحين بتصير صراع بين مصر والكويت وسبب عن نسرين وإبراهيم الشمعة الحين يوم اللي أنا خلصت هنتخلق ليه ربنا ما يجيب خناقة ده إن شاء الله بس وبعتلكم عفيت مولد وحصان افتح الشات بوكس هتلاقيها حصان وعروسة إن شاء الله يسعدكم دائما بس اللي عرفت آخر شيء إن هذه كلها يعني ما شاء الله تبارك الله انتهلت
انكم سويتوا كاميرا خدية صح والله. ترى انا بضحك حسام، حسام يقول لي انت تغشمر، قلت له لا والله ما تغشمر بس يعني مصدق ان هذا مسابقة ودي تي ام وقلت له قال مدي المصبغة. الله يسامحكم، سامحكم جميعا. واستاذ محمد عبدين ونعم فيك، انا اول مره اشوفك فلوس المصبغه بس ما ابي اكرهك. ابراهيم تفضل. شلونك طول عمرك اول شيء؟ هلا بالحديد، هلا طال عمرك، هلا والله هلا بالغالي. ابراهيم انت قطره بدون قطره طول عمرك حلو ابراهيم. يا رب نقول لك احنا نحبك بدون يا رب يا ربي عافظك، يا ربي عافظك. لا والله جايبها بس غشمرة، أبي أكسر الروتين، وقلت أبي أشارككم في هذه لا أكثر ولا أقل. مع أن صوتي اليوم إبراهيم ترى والله مستانسين بشوفتك إبراهيم، وإن شاء الله نشوفك بطل من أبطال الديتاك في البحر من هالمرة عاد. ها برز روحك. والله أتمنى، والله أتمنى، بس ما أدري شنو ظروفي. والله قاعد أسعى إلى ثلاث أشياء الله يعلم، أدعو لي بس أدعو لي وخير إن شاء الله بإذن الله خير. عشان الله يحفظك. تحلق محلق مع النسور، خليك محلق مع النسور ان شاء الله بتحلق للبحرين. لا بس لا، لازم البلس، لازم البلس، لازم البلس، مهم البلس. يا رب يحفظكم، وشكرا استاذه منى، وشكرا للجميع، واستاذه اسماء، واستاذه ما ادري منو بعد اللي مشاركي من القاده اللي سووا فيني المقلب. الله يسامحكم ونسامحك يا داري الحجة. عشان الله يحفظكم جميعا ومشكورين. انا على عندارين دي تي ام على لا 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 اخذت الدي تي ام بشرف خلاص. ممكن نوقف التسجيل هذه بعدين توست ماستر او دي تي ام، ولا ممكن اوقف التسجيل فعلا خلاص؟ لا اول شيء انهي المسابقه الفعاليه. نعم شكرا لجميع من حضر، وشكراً لجميع من شارك، وشكراً لجميع من أضاف لهذه الفعالية التي أجزم فعلاً إنها أفادت الكثير وستفيد يعني أشخاص أكثر وأكثر، لأن الموجودين اليوم راح ينقلون كل اللي شافوا واسمعوا وفهموا، وحتى الأسئلة اللي سمعوها والإجابات اللي انطرحت اليوم راح ينقلونها لأشخاص آخرين، وراح يكون الجميع لديه خبرة في كيفية إدارة وقيادة مسابقة توست ماسترية ناجحة بجميع المقاييس. شكراً لإدارة القطاع ممثلة بمدير جودة البرامج دي تي ام منى العقاب، وفريقها الرائع جداً اللي سهل لنا جميع الأمور. شكراً لإرشاداتك وتوجيهاتك دي تي ام منى. و بهذا أعلن ختام الفعالية ورفع الاجتماع، وعودة إليك دي تي أم منى. دي تي أم منى، لا خلاص انتهيت الاجتماع، شكرا لك. ممكن واقف التسجيل؟